بريطاني ما زي هنا. ايوه يعني البريطانيين طبعا لما تحط الشاي طب وتشرب الشاي بنسبة نعم نحن سيدي لايف على الفيسبوك. حاجة. طيب أتأكد إنه كله تمام. أيوه تمام، يعني البريطانيين طبعا لما تحط الشاي وتشرب الشاي نحن لايف على الفيسبوك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خميس جديد ولقاء يتجدد مع علم من أعلام المعرفة السودانية، ويعني الونس الليلة حتكون عندها 5 أبعاد. تمام. طيب قبل ما أدخل لكم في أقدم لكم الضيف بتاعنا ونبدأ الحلقة، أول حاجة مرحب بكل الناس اللي بيتابعونا وبيرسلوا لنا ومعجبين جدا بالبرنامج وبيرسلوا لنا يعني الـ الفيدباك بتاعهم. والله صراحة يعني أنتم لو ما الحاجات اللي بترسلوها لنا دي البرنامج ما وصل المرحلة دي يعني، فكتر خيركم كتير. وواصلوا يعني كل أي انتقاد بناء نحن بنتقبله بصدر رحب. مبادرة الباحثين السودانيين وعلى رأسها الدكتور الجميل دكتور أنور ضفع الله، يعني عملت حققت إنجازات كبيرة جدا جدا. من الحاجة يا جماعة اللي اتعملت في السنة الأخيرة اللي هي السنة بتاعت الكورونا دي، عملنا حاجة اسمها المنتدى الاقتصادي. والمنتدى الاقتصادي ده بدأ بفكرة صغيرة جدا جدا ويتوسع ما شاء الله سيبقى حاجة ضخمة جدا، وبندعو كل الناس يمشوا يتعرفوا على المنتدى الاقتصادي، فيه علماء من خيرة علماء السودان في الاقتصاد في المال وفي السياسة. الليلة يا جماعة يسرنا ونيابة عن أسرة برنامج ونس على دروب النجاح وأسرة مبادرة الباحثين السودانيين نستضيف الدكتور الجميل دكتور فخر الدين عوض حسن عبد العال. يعني شخصية جميلة جدا، شخصية بسيطة جدا، متواضع جدا، يعني لو خشيت من صفحته بتاعت الفيسبوك ما حتقول أي حاجة غير إنه الراجل ده متواضع. لكن لما تمشي تبحث في السيرة الذاتية بتاعته بتلقاه ما شاء الله يعني شخصية ما عادية. فأنا الليلة مصر إنه نجيب دكتور فخر الدين ومعاه كوباية الشاي عشان يبدع لنا. ف يعني عايزين نغوص في دروب نجاحه في السودان في بريطانيا وأخيرا في أذربيجان. مرحبا بك دكتور. ألف مرحب بك، اديتني أكثر مما أستحق. وأنا سوداني عادي ابن أسرة عادية، بحاول إنه أقدم لمجتمعي، مجتمعي اللي علمني. ويعني أنا لولا المجتمع السوداني ولولا الشعب السوداني أساوي صفر. لولا عون الجيران والأهل والأسر والشعب السوداني اللي كان يعني هو دفعنا للنجاح والحمد لله. فالشكر ليكم وشكر رب قبل كل رب سبحانه وتعالى وللوالدين ولجميع الشعب السوداني اللي هو يعني شعب وفي وشعب كان ورا نجاحنا، واحنا بنهديه نجاحنا، واحنا لازم النجاح ده ينعكس يعني على الشعب السوداني. لو ما انعكس على الشعب السوداني يكون ما عنده اي معنى. الله يديك العافية يا دكتور، وده يعني ده من خصائص الـ 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 الأوفياء إنه الشكر. طيب يا دكتور، أول حاجة بشكرك جدا إنك جيتنا في أديتنا حتدينا من وقتك الثمين واستجبت للدعوة، وأنا عارفك إنك أنت مشغول جدا جدا. طيب نحن دايما نبدأ معاك، منو دكتور فخر الدين؟ كنت شايف معلش. دايرين نتعرف عليك، منو دكتور فخر الدين؟ انا فخر الدين عوض حسن، ابوي زول كان في سكه حديد، وامي زوله بسيطه، وتربيت وسط اخواني في حي شعبي، وتربيت شويه كانت غريبه، يعني كانت شويه ما يعني كانت دسمه. كيف دسمه؟ انا طبعا اصبت بشلل الاطفال نتيجه لحقنه خطا في طفولتي، وست عشر اطفال من عمري انا سنتين. دخل حياتي مختلفه على الاخرين، يعني خلى يعني انت لما تولد وعندك اعاقه والدك انسان بسيط، بالتالي حتكون في صعوبه ليه انه يوصلك المدرسه ويجيبك من المدرسه وكذا يعني. فانا كنت بمشي على جهاز طرف صناعي، الطرف الصناعي ده غالي، كان والدي يمشي يجيبه ويحجزه، هو الطرف ده كل يوم منكسر. انا طبعا مش العب بكور، انا ولد صغير يعني طبعا طفل صغير ما بتقدر تمسكه. زي واحده صاحبتنا عندها اطفال عندها سماعات، وسماعات غاليه،
لان كان بتقول لي يا دكتور اولادنا مش يلعبوا كوره، قلت لها ما هم اطفال يعني كيف حت يروحوا السماعه يكسروها وعايزين سماعه ثانيه. ونفس القصه نعم كنت بكسر الجهاز ومش العب كوره، والشيطان بتاع فوالدنا يعني بيكون له حكمه مش يصلح الجهاز، ووصلني المدرسه ويجيبني من المدرسه، يعني كان بيجتهد جدا عشان انا اتعلم، وناس الحي كلهم كانوا بيجتهدوا يعني. ولا انا يعني من الحياه ما بنساها طول حياتي، كنت دائما الاول يعني دائما في المقدمه في الفصل بتاعي من الاوائل. ما كنت بالنسبه لي بمثل الحياه دي حاجه كبيره جدا، كنت الحياه دي بهتم بها لسبب معين، يقول لما شلنا تيتي ده وداها لابوي ويفرح، دي كانت الجائزه بتاعتي. لما اشوفه بيضحك رحمه الله، حتى الان اللي بتكلم معاك بشوف وشه وهو بيضحك، كان يا بيفرح سلام. شديد شاتي. فيعني كان بيكون يعني في قايه الفرح، فانا بفرحني ما شهادتي، ما بفرح نجاحي، كان بفرحني فرح هو. فبقى كلها جابت حلاوه وجابت عصير فكنت بكون مبسوط جدا بانه الحي الشعبي اللي عايش فيه انا بتفاعل مع نجاحي، فكنت مبسوط جدا جدا. فالحمد لله الاعاقه اللي حصلت في رجلي ما شكلت اي مشكله في حياتي، لا نفسي الاعاقه ده بيشكل مشكله نفسيه، لا شكلت في نفسها مشكله نفسيه، لا شكلت لي مشكله جسديه، ما شكلت لي الاعاقه اصلا اي شنو اي مشكله. كنت بتحرك عادي والعب كوره ويعني بمارس حياتي بشكل عادي جدا، يعني بشكل انرجيك بشكل بكل طاقتي. نعم فدخل لاني انه استمتع بطفولتي استمتاع كامل جدا، وما اكون زي ما الناس بيقولوا اصحاب الهمم او الناس الناجحين، او لا انا كنت انسان عادي، طفل عادي جدا جدا زيه زي اي طفل اخر، بس اعاقتي خلت والدنا انه يكون حريص انه يساعدني. بالعكس هو شاطر، يعني والدنا كان شاطر جدا جدا، لما نقول انا ما بقدر بقول لي لا بتقدر، يعني ما تحسسني انه انا معاق او ما بقدر، يعني الاسره كلها ما في زول بيحاول يحل يعني يدينا عاطفه زايده، ولا كان يتعامل معي كانسان عادي. فده يعني ده شكل شخصيتي داخل اسرتي وخلاني اتعامل مع الحياه بشكل عادي جدا جدا جدا، وكون طفل يعيش حياه طبيعيه رغم الاعاقه. يعني مثلا امشي في الشارع احكي لك نكته، الكلاب بتخاف، الكلاب حتى الكلاب ممكن ما تنبح من الاطفال الباقيين، لانه ننزل غريب شويه، حتى الاطفال يقعدوا يعايروني وانا ماشي في الشارع، الزول ده زي مخلوق غريب. دي ذكرتني عارف يا استاذ ياسين في بريطانيا، مشيت منطقه بلاك بول زمان قبل 25 سنه، نعم بلاك بول مشيت في ضاحيه غريه، الغريه دي عمرهم ما شافوا زول اسود. ماشي في الغريه دي مع واحد زميلي انجليزي، اهل الغريه كلهم فتحوا الشوايب بدي يعايروني، بيشوفوا المخلوق الغريب الجاي ماشي في الغريه ده العجائب. بنفسك الاسرين كان شويه مع الطفل المعاق، في ناس بسطاء بيسالوك يا ولد تعال هنا حصل لك شنو؟ يعني انت ما اي حته ماشي يا ولد رجلي تلعب ولا كده شنو؟ يعني وفي ناس بقسوه يعني، المهم اي زول عايز يعرف رجلك ده حصل فيها شنو؟ هل حادث وقعت؟ فانت مضطر انك انت تكرر القصه دي في اليوم اكثر من 10 مرات، لانه وعي المجتمع السوداني بقضيه الاعاقه وعي، يعني وعي فعلا لحد يوم الليله، يعني ممكن يا ولد يعرج يا بنت يا مكمه، الزول كان ولدك الاطرش ولدك الاعرج، فبيعمل له يعني ضغط نفسي، يعني تتاثر بالقصه دي، يعني واحد يا زول انت بنتك ما بتسمع دي كوينه كويس. فالمجتمع السوداني محتاج لنوع من انواع الوعي عشان يتعامل مع المعاق، لانه بيعمل له ضغط نفسي ممكن يكون تاثيره ما طيب. فعشان كده انا يعني فرصه في البرنامج دي عشان ارسل رساله بالله عليكم، والله الطفل المعاق بتقول لي يعني ما تسالوه على كثير ما تسالوه كثير، حاولوا تعاملوا معاه معامله زي زول عادي، بالعكس اخص يكون معاه عادي جدا زيه زي طفل عادي. فلا الطفوله دي يعني ما كان عندها يعني تشجيع الوالد بالذات واحتمال انسان عادي ما عنده اي مشكله، كانت هي سبب النجاح. يعني السبب النجاح ما في عطف، ما في نظره بتاعت حنيه، لا يعني زيك انت ابوي لو بيعاقب زول واحد بيعاقبنا انا 10 يا سلام. يعني حتى انا كنت بقول له والله ويدي شيوعي ليه؟ لانه بقول لك انك انت
مثلا تقول له يا خلاص سريري وين تلقى الضيوف كتار، يقول لك انت ما عندك سرير نوم في اي حته كويس. المهم لا 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 لا، فخر الدين هو زول يعني ولد في اسره بسيطه سودانيه وعايش حياه بسيطه، وكان التعليم متاح، الداخليات متاحه، ومشيت قريت المدرسه الابتدائيه، وبعد الابتدائي قريت يعني قريت، ابوي كان في سكه حديد يعني كل يوم قاعدين في بلد، يعني نقلت من كميه المدارس، وده اتاح لي انه اتعرف على كميه من الثقافات في السودان من مدرسه لمدرسه، من بورسودان مع الهدندوه ومع الدناقله ومع غيره. اخر المطاف كان في بورسودان الثانويه الحكوميه، ومنها دخلت الجامعه، والحمد لله دخلت الجامعه كنت بقرا جامعتين برضو الناس ما طيب ريحوني. قبل ما نمشي للمرحله بتاعت الجامعه، اول حاجه يعني ما تتخيل انه بس الربع ساعه دي يعني اديتنا طاقه ايجابيه كده، يعني حاجه ما عاديه، يعني حتى الناس من معاي في الزوم وفي الفيسبوك يعني يديك العافيه يعني. فصراحه هي يعني الزول اللي بيكون يعني ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه باعاقه جسدية أو بإعاقة، ف يعني صعب جدا تلقى إنه المجتمع بيتعامل معه تعامل عادي. يعني فعلا دي واحدة من إشكالياتنا في السودان، مش في السودان بس، ممكن في دولنا كلها. يعني أنا بحكي عندنا، كان واحد عندنا زميلنا ولده عنده توحد، تمام، فالظروف جابته هنا بريطانيا، وكان كان بيقرا معانا، يعني ابو الود ده كان بيقرا معانا، بيعمل الماجستير وكده. فبنمشي بنلقى الود ده بنتعامل معه عادي، لانه انا ما كنت عارف عنده مشكله يعني، فبتعامل معه عادي، تعال وامشي وخد وكده وهزر معه. فواحد من زملائنا قام قال لي اخي الود ده بالراحه عليه، خير ماله؟ قال لي اخي عنده توحد. ف يعني والود كان طبيعي يعني. المهم شاءت الاقدار انه الاسره دي تنتهي من انتهى من الماجستير بتاعه ورجع بلده. في بلده هناك يعني المعامله فرقت، لانه هنا في المدرسه بيتعاملوا معاه عادي، بالعكس يعني حتى بيدوه سبورت اكتر عشان يكون يقاوم المجتمع وكده يعني. فلما مشى هناك يعني عايز يجي راجع تاني، فاتكلم مع ابوه وابو زوجته انه والله يا اخي انا ده ارجع بريطانيا تاني عشان الواد ده هناك التعامل احسن وفي المدرسه ماشي كويس وكده يعني. فاستغربوا ابوه وجده، قالوا لي يا اخي انت ضيع وقتك ساكت، الواد ده بس اقفله في غرفه واديه اكل وشراب، يعني ما في داعي تدعي بنفسك معاه يعني. ف يعني صدم، قال لي يعني انا صدمت صراحه يعني. فهرب يعني، جاب اولاده وهرب وقاعد مع يعني قاعد هنا في بريطانيا، فلقى التعامل والولد ما شاء الله يمكن يكون دخل الجامعه يعني. ففعلا يعني دي رساله جميله جدا دكتور فخر الدين، ربنا يديك الصحه والعافيه. وحقيقه يعني اسرتك يعني بذلت جهد ما عادي يعني، انه كونه يتعاملوا مع الموضوع بصوره عاديه. طيب يا دكتور، المدارس، التعامل بتاع المدارس كان كيف؟ يعني كان الأساتذة والطلبة في المدرسة يعني، وانت يعني بتتعامل معاهم تعامل طبيعي، هم بيبادلوك بنفس التعامل، ولا بتلقى مرات في ديسكريميشن يعني؟ شوف الآن قبل شوية رسلت الحلقة دي لدفعتي بتاعت الابتدائية، عادي جدا رسلت الحلقة لأصحابي الابتدائية، وكانوا دائما عندهم علاقة معي مميزة. يعني في المدرسة الابتدائية شوف يعني أبوي والدي رحمه الله رحمه الله سبحانه وتعالى عمل يعني كون شخصية يعني قوية، ما كان شخصية ضعيفة، يعني استطاع بذكاء وبالتعاون مع والدتي واخواني انه يكون شخصيه يقدر يخرجها للمجتمع. المجتمع بسهوله. المجتمع السوداني بامانه مجتمع طيب. طيب جدا. الطيبه دي احيانا ممكن يكون لها تاثير سلبي. انا لقيت ذاتي في المدرسه الابتدائيه، انا قريت في مدرستين، قريت في الخلوه اول حاجه. قريت في الخلوه في المورده في رعسيد الفيل. ويوم دقيت احفاد الفكيب بتاع الخلوه قام دقاني بالصوت شردت من الخلوه. دقيت الخلوه بعد ذاك مشيت المدرسه الابتدائيه في مدرسه الثوره الحاره الرابعه الابتدائيه ومدرسه الصحاره السابعه الثوره الحاره السابعه الابتدائيه. حقيقه انه في حاجات بتساعد الطالب مساعد شيء جدا، الطالب لما يكون شويه عنده شويه شطاره بيفرض نفسه، وبرضه من عائلتك تسلحك تخليك قوي في المجتمع. المشكله مشكله التربيه،
سواء كنت معاق او غير معاق، لما والدك يسلحك بتقدر تمشي مسلح للمدرسه. كانوا اللي بيقولوا والله لما انا كبرت بيقولوا والله انا معجب جدا بفضل رحمه الله، كان بيقول كذا. لما شفت المدرسه الابتدائيه خلقت علاقه طيبه جدا مع اساتذتي ومع زملائي. تخيل هذه العلاقه مستمره حتى الان من كم سنه؟ يا سلام. يعني من الستينات هذه العلاقه مستمره بمحبه. وشلة ابتدائي بتلاقي عندي في البيت، يعني دفعتي بتلاقي عندي في البيت ابتدائي، فارتبطنا بمحبه. ومعايا هسهم في الفيسبوك، يعني هم بيقولوا لي والله احنا فخورين بك يا فخرتين. معانا ربيع ممثل كان قاعد جنبي، وعندي معاه مشكله لذيذه حكي لك بعد شويه. ربيع ممثل كان قاعد جنبي، فانا لما جيت اقعد قلت له استاذ يا اخي ما بقعد مع الزول الطويل، قال لي تقعد؟ بقعد ما بقعد. فقاعد يا ربيع ممثل، ومعانا اللعيبه هسه بس فيروم حارس مرمى السودان السابق الهادي ادم، شلة طيبة جدا جدا، مجموعة طيبة جدا جدا. ف الناس زي الأصل ما حسيت إن أنا معاق وسطهم، ما حسيت عندي مشكلة. فما كان إحساس زي ده كله، كنا أنا أساتذتنا كانوا شطار. يعني ده يخطوا في الفريق، أنا كان بيخطوني في حاجة غريبة جدا. أنا كنت باسم المدرسة. لما يجي يعمل احتفال يكون عندهم أي موضوع، أنا كنت الشخص اللي بتحدث باسم شنو؟ نيابة عن طلاب. أساتذتنا كانوا شطار، كل زول بيخطوا شنو؟ حتى. فما ما 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 جاتني مشكله، ما كان عندي اي مشكله، وعشت حياتي بالطول والعرض في مدرستي، وعندي وفاء لا شديد جدا، وهسه عايز اشجلها ان شاء الله. يا سلام. فما اصلا ما واجهت مشكله لا في الحي لا في المدرسه، واجهت مشكله مع بعض الناس الكبار والبسطاء، حسب انه ناس كبار يعني عايز تمشي ضنقل البلد. تعال يا ولد، انت ولد فلان، ايوه رجلك دي مالها؟ كويس، اولت ولد عوض الله عنك. فالمهم يعني ما يعني ما كان بتلقى في الناس اللي ما بيرضوا القصه دي. صح عشت حياه صح طبيعيه، ويمكن حتى الحيوان في السودان ما بيستقبل استقبال كويس. مره بقى اداره السكان لانه خافت من العصايه بتاعتي. حتى الحيوانات ممكن عندها ديسكريميشن ضدك. والله العظيم بتخاف، الحيوان بتخاف منك. anyway ما عندي مشكله في انه اعيش كويس واتفوق دراستي من مبكرا بالعادي. يعني انا ما بحب قصص، هي مو الكلام الغريب ده وقصص انه الزول المعاق ده المفروض يكون انسان جينيوس وانسان ذكي. حتى انا ما المؤيدين بتاعنا، وانسان عادي عنده مشكله معينه في حته من صحته، لكن ممكن فوق البليد، وممكن فوق الشاطر، وفوق الميكانيكي، وفوق الطبيب، وفوق المهندس، وفوق كل حاجه. نعم. حتى عزيز اهله يربوا فوق شنو؟ يربوا فوق. وده حصل من اسرتي، ولقيت عون كبير من اساتذتي في كل المراحل الدراسيه. المرض يعني مثلا في بريطانيا، بعد شو ممكن يجيك لمرحله بريطانيا، انا لقيت فيها، انا عندي وفاء يا استاذ ياسين لبريطانيا مبالغ فيه. يمكن بعض الناس اللي يسمعوا بالكلام ده يعتبروا راد جاسوس او ديستنيشن. يعني بريطانيا لمتني واوتني، تعرف استاذي كان بيطلع السلم 10 مرات وراجل تخين جدا عشان يجيب لي منحه مجانا. يا انا سلام. لقيت في بريطانيا مع عون ومحبه من الاساتذه ومن الكليه ومن الجامعه، ما لقيته في حته في العالم. انا لقيت في بريطانيا، انا عندي ولاء لبريطانيا يعني يفوت، يعني نعم، لازم حنجي طبعا للمحطه بتاعت بريطانيا دي بالتفصيل. طيب، انتهيت من المدارس وما شاء الله تبارك الله، يعني الاسره ساندتك، والرحمه والمغفره لوالدك، يعني لانه شخص ما عادي، كونه هو ذاته يعني جهزك للمجتمع وبصورتك اللي شايفينها نحن هسه قدامنا دي، ما شاء الله تبارك الله. طيب يا دكتور، الجامعه اختيارك لها كيف، ودخلت اي كليه يعني؟ والله انا اساسا يعني ما كنت زول عندي علاقه بالساينس، يعني ما بحب الساينس والرياضيات، رغم كده انه كنت متفوق فيهم، لكن زول اميل للفلسفه، يعني اميل للكتابه وللادب والحاجات دي، احبها جدا جدا جدا. فالمهم انه في وصلت اصابه ايام الامتحان للشهاده السودانيه، حصلت اصابه في رجلي كبيره جدا، ادت العمليه، دخلت عملية وما جبت مجموع كويس. فالمهم فالمجموع دخلني حاجة غريبة، أنا ما سمعت بها، دخلني محاسبة. أنا عمري ما سمعت كانت محاسبة دي، يعني وداك صغير ما سمعت لي بأكاونت، ما سمعت بأكاونت بحاجة اسمها أكاونت. دخلني المعهد الفني أو خرطوم بوليتكنيك،
كويس او جامعه السودان حاليا. فالقصه دي ما عجبتني، قصه ديبت وكريدت، والقصه دي ما يعني اساسا ما ربط في راسي، كلها ديبت وكريدت ما ربط في راسي. في نفس اللحظه التحقت في جامعه القاهره نظامي، جامعه القاهره وخرطوم، بدأت اقرا بزنس ادمنستريشن اداره اعمال قرب لتكوين الشخص يعني، لانه يعني انا بحب المانجمنت شديد جدا جدا، ورغم انه بحب الاستاتكس لكن من ناحيه بتاعت فلسفي ما من ناحيه بتاعت شنو، بحاول دائما اعالج الرياضيات، اعالج الرياضيات من ناحيه بتاعت فلسفه ما من ناحيه ارقام صماء. برضه حكوني كان بيقول لك ركب سرجين وقع ما في جامعتين، فكان في تحبيط انه ما في زول بيقدر يقرا جامعتين في نفس اللحظه. فتخرجت واخذت بكالوريوس في البيزنس ادمنستريشن بدرجه ممتازه، وكنت متفوق دراسي. ومباشره كان عندي يعني داير امشي اتقدم في قصه البيزنس ادمنستريشن مانجمنت وامشي لقدام. ظروف الوالد وطلع المعاش والحياه صعبه وغيره وغيره، لازم انا ولدي الكبير عاجل اقيف معه. وقفت محطه هنا، اختربتها جدا، مشيت اليمن. دي جديده، دي جديده يا دكتور، اول مره اسمعها. اتفضل لاحكي. اليمن السوداني بيقول لك الماء ادب الزمن يادب اليمن. كويس. وعندهم مقوله لذيذه جدا جدا السوداني، معلش تكون خارج عن، يقول لك الذين يصلون ياكلون البسباس ويصلون بدون لباس. كويس. ياكلون البسباس ويصلون بدون لباس. اليمنيين طبعا بيستعملوا. ايوه. لما الواحد يجي خاش الجامع طبعا انت ممكن تضحك تشوف حاجه عمرك ما شفتها، بيطلع لباسه يعني في بيطلع سفنجاتنا في اليوم بيطلع لباسه، انت اول ما تيجي خاش الجامع تلقى يمني بيطلع شنو؟ سبحان الله يا جماعه الحمد. بس اليمني بياكل الشطه، الشطه هي اسمها البسباس، عشان كده السودانيين بيقول لك الذين يصلون بدون لباس بياكلون بدون ياكلون البسباس. نعم. مشيت اليمن وقضيت فيه برضه فتره سرة، جبال خضراء وجبال ربي، برضه لا كان تاثير في التكوين الادبي، وكنت عايز اتزوج من اليمن بالمناسبه، يمكن اول سوداني يكون عايز اتزوج من اليمن. حد ده جاي طاير لي راسي. وصلت في مرحله الخطوبه. المجتمع اليمني مجتمع عنصري جدا، عنصري خالص. المهم سريع جدا لحقت نفسي ومن اليمن طلعت في منحه لبريطانيا للدراسة، ودي كانت يعني أنا درست في جامعة ستانفورد في بريطانيا، لو بتاع ستانفورد مانشستر. أيوة أجمل أيام حياتي. أنا درست يعني حبيتها جدا يعني، ما كنت بعرف لكن لما أخذت فيها منحة وبديتها أصبحت لي نوع من أنواع الحب يعني بشكل فيه مبالغة. أنا درست إدارة الجودة أو الكواليتي مانجمنت، فدي بالنسبه لي كانت يعني 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 عمليه بتاعت محبه يعني يعني اصبحت بغير انه انا درستها من ناحيه الساينس ودرست ستاتستكس درست احصاء، لكن عندي حب يعني 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 فاق المعقول للاداره، واصبحت حياتي كلها عباره عن كواليتي مانجمنت يعني. اساسا ما كنت عامل نفسي شنو يعني، انا اساسا من الثانوي يعني في زول يقول لي ده ادرس طب ده ادرس هندسه، انا ما اعرف. لكن في بريطانيا ودرست الكواليتي مانجمنت اداره الجوده والاستراتيجيك مانجمنت والتخطيط والحياه زي دي كده، فكانت ممتعه لحد بعيد زي الزول بيستمتع بالعمر. انا كنت بستمتع متعه رهيبه جدا بدراسه الكواليتي مانجمنت، وقضيت دراستي في الجامعه اجمل ما فيها، عارف انه مكتبي كان فاتح على غناء على نهر، والنهر ده بعوم فوق البط والوز وفوق شجر. تخيل نفسك تكون عندك مكتب في جامعة وتفتح الشباك من الصباح تشوف نهر ماشي قدامك وفي بط وفي زهور وفي شجر. دي كانت طبعا يعني بيتعمل لي تحفيز مبالغ فيه. نعم. وكنت أحيانا بخط الكورة تبني وقعد أكتب. يعني وقعد أكتب عن انطباعاتي، لأن من صغر من طفولتي علاقه جدا بالحيوان والاشجار يعني عندي، يعني انا بحس لما بحس انه بقدر اتكلم مع الحيوان
بحيث انه مع النبات. يعني يعني بمشي عندي جنينه صغيره جدا اسمها جسر الشوك في السودان. ايوه هي اسمها نعم ايوه، لما اقول جسر الشوك الولد شغال بقول له يا عبد اللطيف، بقول له ايوه، بقول له الشجره ديك اشتكت لي انها عطشانه، يقول لي والله يا سجد، يقول له والله اشتكت لي انا سامع حاسي. يقول لي يا نعم عندي بقى. عندي غنم، عندي جداد، بيعرفوا صوت العربيه بتاعتي كلهم. يعني انت جيت عربيتك ما حيقدر شنو؟ اول ما اخش من الباب الحياه دي كلها بتكون واخده عيال منتظره انه اجي اسلم عليها. يا بمشي سلام اسلم كويس، امسك لها في راسها كده وتلحس في جسمي، امشي الغرب وحدي وحدي، امشي كل حيواناتي في المزرعه ازور واسلم عليهم. اخي هذه الصفه توارثوها اطفالي، بقى جينيتك. يعني شنو؟ يتوارثوا نفس الصفه، بقى عندهم محبه شديده جدا للحيوان وللنبات. يعني انا اكون في قايه المتعه. يمكن في ناس يكونوا في قايه المتعه بيشربوا سيجاره، لا او لا، انا في قايه المتعه لما انا عاين القى النبات بتاعي اسهر او اصبر. انا بحس بانه بإكسايت، بنوع من انواع السعاده ما حصدقها كويس. يعني النبات اسمر، او مثلا الغرابه بتاعتي هي بس خلتين. يا الله انا اليوم ده بكون في قمه السعاده. كنت مره في اجتماع مهم جدا في الدوله، ضربت انه البقره بتاعتي ولدت، نسيت الاجتماع ذات. حتى ضحكوا فوقي والله بيني وبينك ده أهم من الاجتماع صراحة يعني. والله خرجت برا الاجتماع ما أيوه اتكلم ولا شغال. ها عملت لها شنو؟ عامل لها كده. يمكن شويه يعني. مثلا مره دخلت واحد شاب معاي، اديته جوافه من الجواب بتاعتي كده. يعني كل اللي تضيع نفسك التعب ده كله، الجوافه كلها ب 2 جنيه في سوق الكيلو. هو تعب نفسه شجره واسقف، عارف الزول ده حاليا بيشحتني شهر دي جوافه. قلت له انك بتحس احساس غير لما تاكل الجوافه دي من طبعا شجرتك، يديك احساس مختلف طبعا ما لك قال بتاكله في السوق. فعارف انه لا لا، دي حياة كلها رباها فيها ابوي، والدنا ربت فوق الاشياء دي. وكان عندي يعني انا مثلا اديك نقطه ظريفه جدا، والدنا كان مانع الكلاب في البيت، ممنوع يجيب كلب في البيت. انا جبت كلب دسيته، لما كبر طلع والد اتخلع. ده شنو؟ اصبح يعني والدنا يعني الكلب ده ما اصبح عنده ارتباط بوالدنا، يوصل المسجد ويجي راجع. فالحيوان بيكون عنده ارتباط وثيق جدا بالانسان والنبات. فدي من الاشياء شكلت حياتي غير الدراسه وغير اي حاجه، علاقتي بالنبات والحيوان والاصدقاء. انا عندي اصدقاء من كافه انحاء العالم. هل تصدق انه انا عندي اصدقاء في دول بتكلم معاهم بجوجل ترانسليشن ما بيعرفوا لغتي؟ وهل يا تصدق سلام انه يعني زوجتها عن طريق، ما كنا بنعرف لغات بعض عن طريق جوجل ترانسليشن؟ كويس؟ انت في العلاقات الانسانيه ممكن تخترق كل الحجب، صح تخترق عامل وكل حاجه. ف يعني الانسان والحيوان كله انسان، يعني كله كائن حي ممكن تخلق معه علاقه. نهيك عن الانسان، انا واحد صاحبنا في بريطانيا اذا يعني كان بيحب واحده وجاي من السودان ما بيعرف كلمه لغه انجليزيه واحده، فكنت انا بترجم له. يعني كل ما يكون لقاء معاه قلت له يا فلان، ما ممكن اقول له فلان انا بحبك. فاللغه ما كانت حاجز بينه وبينه عشان يعمل علاقه عاطفيه ويتزوج اطفال. فانا من دعاه الانسانيه، عشان كده بكره العنصر، بكره العنصريه جدا. اي شكل من اشكال العنصريه ما بحبها كويس، ضد المعاق، ضد الاسود، ضد الابيض، ضد لا. بعتقد انه يعني الانسانيه دي كيان واسع بيشمل الناس كلها. لو الناس حبت بعض، عشان كده بالمناسبه كلمه الحب دي عندي ما كلمه سهله. نعم تحب النبات، تحب الشجره، تحب كلبتك، تحب كنيستك، تحب بيتك، تحب ارضك، تحب الشارع، تحب الناس. عندي اعتقاد جازم ان المحبه والانسانيه هم اكبر حتى من الاديان، يعني هم اوسع من الاديان. حتى الاديان نفسها انبثقت من المحبه والانسانيه وليس العكس. الانسانيه كانت اول كويس، حتى من بعدها جاءت الاديان. يعني الانسان خلق اول وليس يعني سيدنا ادم كان اول، فبعدها جاءت الاديان عشان تنظم الانسان. لكن الاديان نفسها مشت في طريق واحد ما اثنين، love and peace، الحب والسلام. نعم يا أخي ده كلام جميل جدا جدا،
واتمنى انه الناس اللي معانا اول حاجه بنرحب بيهم مره ثانيه في الزوم او في الفيسبوك، يعني يعوا الكلام ده. انا اتذكر ان احنا اول شغل انا اشتغله هنا بعد ما عملت البكالوريوس شغل بتاع تدريب، فكان الراجل اللي جه عمل لنا الاندكشن وكده، فقام قال يا اخي اكتر حاجه انتوا دايرين يعني تستمتعوا بيها مع طلابكم كده، حبوا طلابكم، ادوهم الحب كويس، بعدك بيعملوا لكم اي حاجه. وفعلا الى هذه اللحظه، يعني انا الى هذه اللحظه بتعامل مع طلابي بالحب، يعني بحبهم كاخواني صغار، بحبهم، بفرح لما الواحد فيهم ينجح، بفرح لما الواحد فيهم اديه مثلا ايه، وبزعل جدا لما الواحد اديه دي وكده. ففعلا ده كلام جميل جدا، واتمنى انه يسود الحب والسلام السودان، يعني بالحب وبالسلام هنمشي لقدام، لانه لو ما في حب ما حيبقى في سلام. مش لو عملنا معاهدة جوبا، لو عملنا ملايين المعاهدات ما حتمشي لقدام. طيب يا دكتور، ارجعك شوية للحتة بتاعت الكواليتي مانجمنت، اخترت انت التخصص ده يعني عن قصد، ولا في حافز خلاك انك تختار التخصص ده؟ والله شوف، انا ما كنت بعرف حاجه اسمها كواليتي مانجمنت. انا زول يعني كنت درست مانجمنت، يعني حاجه عامه درست المانجمنت، وبعدين في السودان في وقتنا ما كان في حاجه اسمها كواليتي مانجمنت. يعني الدراسه في السودان دراسه كانت تعبانه شديد جدا. في الجامعات السودانيه معظمها، مشكله الجامعات السودانيه لحد الان بتعاني منها معرفه صعبه جدا، بيتعاملوا مع العلم كهيستوري، كتاريخ، بيدرسوك تاريخ المانجمنت، ما بيتعاملوا مع العلم بالحداثه بتاعته كويس. عشان كده احنا لما درسنا مانجمنت في السودان درسنا حاجه كده يعني الطف، حاجه كده ما عندها طعم. فدرسنا يمكن ماده واحده، الطلبه كلهم سقطوا فيها، انت فاهم امتيازي اسمها العلوم السلوكيه في كويس، الطلبه كلهم سقطوا فيها، انا جبت امتيازي لانه الماده الوحيده كان بيتعامل على الانسان كانسان، عن سلوك الانسان. ف انا قدرت شنو احبها جدا جدا، فكل المواد الباقيه كانت هيستوري اوف مانجمنت، يعني كانت عباره عن شنو، عباره عن تاريخ المانجمنت. دمها تقيل. لما جيت بريطانيا اول حاجه انا ما بديت بالكواليتي مانجمنت، انا درست في بريطانيا ادفانس دبلومه في البيزنس ادمنستريشن في سافورد يونيفرسيتي. نعم، ادفانس دبلومه في بيزنس ادمنستريشن اللي هي زي الام بي اي. درست الحاجه درستها في سنه، في 4 سنوات درستها في سنه واحده، واجمل واكثر ومركزه. جرعه يعني تعرضت فيها على، تعرفت فيها على الاستراتيجيك مانجمنت والبلاننج مانجمنت، يعني اخذت جرعه دثمه في الاداره والمانجمنت كساينس. كساينس حاجه مختلفه. اخذت جرعه دثمه جدا. في الجرعه دي اول ما جيت انا بريطانيا نحن ما بنعرف حاجه اسمها نعمل برزنتيشن في السودان، وحياتنا ما شفنا كمبيوتر. نحن في الجامعه كان بودونا ناس الهيئه المركزيه عندهم شويه كمبيوترات كده، يقول لك ما تعرف ايش الطاووس اوكي. فما عندنا علاقه. لما جيت في بريطانيا ودرست الدبلومه، فاول يوم ادونا اسايمنت اللي هو بتمشي بالعربي يا اخي، اللي هي زي واجب او ايوه اعمال سنه ولا حاجه كده. قالوني كده نعم، وقال تعمل الريسيرش ده. انا طبعا ما عرفت اعمل في الريسيرش اي شنو، ما عرفت اعمل في الريسيرش برزنتيشن، يعني اعمل تيبلز واعمل دايجرامز، يعني الحياه الوسائل الاحصائيه. نعم، ما بعرف اعمل كمبيوتر، يعني ما بعرف اعمل تيبل ودايجرام وكيرف، الحاجات دي ما بعرفها، لانه انا ما درست الاحصاء وما درست تطبيق السوفت وير بتاع الاحصاء، ما بعرف حاجه عنه. نعم. من جيت وبيدي كتبت اكثر من 30 صفحه كتابه، لانه ما بعرف اطبع. ففوجئت باني جبت احسن درجه في الفصل. احنا كنا 14 طالب. فوجئت اني جبت ايه؟ والاستاذ وكانت في البرودكشن مانجمنت اللي هو اداره الانتاج، وعنده علاقه بالكواليتي مانجمنت اداره الجوده. نعم، وفي علاقه بين حاجه ثانيه الاوبريشن مانجمنت اداره العمليات.
فاستمتع جدا جدا وانا بشتغل في الاسايمنت. فلما جيت قلت له في الجامعه، انا استغرب، زول الناس كلها قدمت حاجه برنتد، حاجه مطبوعه، الزول الوحيد جاب حاجه بيده. قلت له يا اخي ده شنو؟ قلت له انا ما بقدر اكتب الحاجه دي، ما بقدر اطبع، ما بقدر استعمل الكمبيوتر، عمري ما استعمل الكمبيوتر. فالمهم كان المفروض اخذ كورس تمهيدي لكن ما اخذته، دخلت طوالي جامعه. فالمهم لما صحح الكورس قام ناداني قال لي تخيل انه الفصل ده كله جاب بي وبي بلس، انت الوحيد اللي جايب ايه، ولو كنت البرزنتيشن بتاعك كويس كنت اديتك اي بلس. العلاقه بيني وبين الكواليتي مانجمنت يعني وفوق الانجليز وفي الناس محترفين، لانه احنا درسنا مع ناس بروفيشنال جاي من جهات عمليه ما طلبه. ده حب من الماده، والاستاذ هذا كان شاطر يعني، الاستاذ نفسه لما كان يجي يعني انا بتخيل ليه زي كانه بيعزف. يا سلام. أنا ما كنت بسمعه كارغام، كنت بسمعه كانه بموسيقى. ترى استاذ درسني فيه في احد التكنولوجيا الله يرحمه ويسامحه، بروفيسور محمد هاشم عوض. هذا الرجل كان له تاثير كبير جدا في تكوين شخصيتي. دكتور محمد عوض، مش محمد هاشم عوض، بروفيسور محمد عوض لما يجي يدرسنا احصاء انا بحس انه بيعمل لنا مقطوعات موسيقيه ما بدرس، فخلاني احب الاحصاء جدا واحب الحي. فلما جيت الاستاذ الثاني في بريطانيا درسني البرودكشن مانجمنت وفتح لي الباب بتاع الكواليتي مانجمنت، وبدا يعرفنا على حاجات يعني ما حاجات ثقيله كده، حاجات حلوه كده يعني. انت اللي لو لا 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 مثلا على لا 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 يعني في ناس كنت ارجيها في سام ما بعرفه من ايش شكاوى يعني، كيف اليابان اتطورت يعني حاجه مهمه جدا مع ما يعني معظم الناس ما بعرفها، شنو تطور اليابان خلاها قدمت على العالم كله، هي المانجمنت يس يعني. نعم لما حصل السؤال عن سبب تطور اليابان في العالم كله، فلسفه ناس الفلسفه وناس الاديان عشان يعرفوا ليه اليابان يتقدموا، في الاخر عرفوا ان السبب المانجمنت، والسبب الاساسي الكواليتي مانجمنت. نعم الكواليتي مانجمنت في الشركات اليابانية يعني دي بقت علم يعني عديد. نعم الكواليتي مانجمنت عندها علاقه بالبيئه يعني، المويه بتوضبها دي لو بتوضي زياده انت عملت مشكله بالكواليتي مانجمنت. قال الكلام ده قال الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الرسول صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم. عن ان المويه اللي استعملها بيسار يعني يعني، ومن تيجي تقل الكواليتي مانجمنت دي حتى تلقاها في الدين يعني. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ما تتوضب مويه كثيره جدا عشان ما تبوظ المويه، حتى لو عندك مويه كثيره شوف دي كواليتي مانجمنت كويس، ومن عمل منكم عمل فليتقنه، دي كلها كواليتي مانجمنت. نعم فاعطوا الاجير حقه قبل ان يجف عرقه، مانجمنت كويس. المهم فلقيت انه القصه دي متواكبه تمام مع روح الادبيه يعني. يعني المانجمنت بالنسبه لي زي شنو يعني، زي الحاجه ممتعه يعني، زي الكتابه الادبيه، ما زي الكتابه شنو يعني. حتى بدأت أحس وأتذوق الستاتستكس والحاجات دي كلها كأنها جزء من شنو؟ من اللي يترسل، ولكن كأنها شنو؟ ساينس. فحصل ارتباط، وصلت بمحبة، ما وصلت بشنو؟ عشان أجيب درجة علمية ولا عشان لا، كانت I fall in love يعني، وقعت ولا زلت يعني عندي محبة شديدة جدا للكواليتي مانجمنت، ومحل ما امشي برفع راسي اشوف مشكله الكواليتي مانجمنت يعني. الكواليتي مانجمنت طبعا كثير من الناس ما فاهمين ان الكواليتي مانجمنت هم العلوم ليس المانجمنت. الكواليتي مانجمنت هو المصدر اوف استراتيجيك مانجمنت بلاننج، كلها جايه من الكواليتي مانجمنت يعني. الكواليتي مانجمنت دي بتبدا حتى الماركتينج كويس، التسويق هو كواليتي مانجمنت، الحياه كلها كواليتي، الأوضة اللي قاعد فيها، القلم اللي شايله، القميص، أي حاجة في الدنيا كواليتي مانجمنت، النظارة، كل حاجة كواليتي مانجمنت. نعم. كويس؟ هذه ذاتها، اختيارك لشركة حياتك، اختيارك لمنهج حياتك، كل الحاجات دي يعني المفروض تتحسب بالكواليتي مانجمنت. مانجمنت هو الكواليتي مانجمنت. عشان كده بتلقى إنه بلد زي السودان تلقى منه بلد زي السعودية والإمارات. تلقاهم إن البلاد دي عندهم قروش لكن متخلفين. كثيرين جدا بيعتقدوا الامارات بلد متقدمه، لا ما متقدمه. البريطانيين كانوا زعلانين جدا برضو ما كانوا متقدمين. الكواليتي مانجمنت ما هي الشعارات يعني، انا بمشي لبعض الادارات في السودان، مشيت لصديقنا احمد كرموش امين عام ديوان الزكاه، لقيت كتابات كثيره مكتوبه في شنو؟
في الديوان. قلت لك وكان معه كل الارقام بتاع مكتبه، قلت لك كواليتي مانجمنت اخطر حاجه فيها السلوجنز الشعارات، ما ايوه تخد نعم. تايتل السلوجنز هو يعني ما تخد اي شعارات، خليها شنو؟ خليها بيلت ان، ما تخليها حاجه شنو؟ حاجه جزء اساسي من داخلك، ما تخليها حاجه بتاع الشعارات، ما تخليها. حتى الان يعني في كثير من الناس فاهمين الكوانت مانجمنت هي السنترايزيشن، هي المقاييس. ففي فهم شيء لو لاحظت انه احنا في السودان يعني لو اشتريت ترباس ثاني يوم بيبص، اشتريت كيلون ثاني يوم بيبص. صح فعلا. دي بالمناسبه يا دكتور، دي يعني دي حاجه مهمه جدا جدا. يعني هسه يعني احنا حتى في الاديوكيشن يعني عندنا الكواليتي مانجمنت دي يعني جزء اصيل من الـ من الـ من الـ من الـ اللي هي العمليه التعليميه. انت كاستاذ او كمشرف يعني لازم تمر بالحته بتاعت الكواليتي مانجمنت دي من البدايه، يعني من الريكروتنج، ان من البدايه انك انت داير تعين زول وكده، فلازم في كواليتي مانجمنت بروسيجر تمشي عليها كويس، اداره الجوده تمشي عليها، لما تيجي تعمل التايم تيبل، لما تيجي تعمل يعني كلها فعلا مبنيه على اداره الجوده. طيب انتهيت من الماجستير يا دكتور، الخطوه اللي بعدها كانت شنو؟ أنا قدمت ريسيرش عن الحاجة هي أم الجودة، عن الكوست. ده كان البيت سيدي شنو؟ عن الكواليتي كوست، يعني تكلفة الجودة. يعني تكلفة الجودة تصنع أحسن حاجة وأفضل حاجة بأقل تكلفة. كثيرين فاهمين الجودة هي الحاجة الغالية، طبعا غلط. الجودة دي زي ما قال ديمينج يعني حاجة fitting the purpose، يعني حاجة يعني انا ما عايز اشتري حاجه غاليه، عايز اشتري حاجه لسنه بس، عايز اشتري حاجه لستة شهور بس، عايز اشتري حاجه قدر جيبي، لكن تكون افضل كواليتي باقل تكلفه. دي كانت كان السؤال المفروض اجاوب عليه، والحمد لله توفقت في شيء جدا، وكنت يمكن من او من من قله قليله في العالم بحثت في الموضوع ده. الان كثير طبعا، في الوقت ذاك يعني كنا يعني اكثر من 20 سنه الوقت ده، كنا بسيطين جدا في العالم اللي اهتمينا بالموضوع ده نجاوب فيه على انه كيف باقل كواليتي باقل تكاليف تخلق احسن كواليتي. واهتميت جدا جدا في شغلي بالبيئه بالانفايرمنت، يعني ما ممكن انت تخلق كواليتي وتخلق مرض السرطان، تشغل اليات تعمل مرض السرطان كويس، ما ممكن تشغل اليات توسخ المويه توسخ الطقس. فهمت كيف؟ اليابانيين هم الوحيدين في العالم اللي كان ربطوا البيئه بالكواليتي. تجي تقطع اخشاب، ما في اجيال قادمه عشان تستعمل الليله، في يعني تفكر حتى في الاجيال القادمه كويس، تفكر في فهم للطقس لكل حاجه. فدي دي كانت اهتمامات في الوقت ده ما كثيره، يعني في الوقت اللي درسنا فيه احنا في قبل اكثر من 25 سنه و26 سنه كان المهتمين بالقضايا دي ما كثيرين. يعني مثلا التغير المناخي، الليل انا سخن جدا جدا في بلد المفروض تكون بارده. التغير المناخي يعني انا اتذكر قدمت في الحزب ورقه بعد ما التغير المناخي، ضحكوا فوق يقولوا زول جاي من بريطانيا، فكر في شنو تفكيره، غير شنو غير منسجم مع الناس، وزول سفسطائي. التغير المناخي بياثر على السياسه كويس، التغير المناخي بياثر على 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 السياسه، بياثر على الاقتصاد. بس يعني شوف اديك مثال بسيط جدا على التغير المناخي على منطقه القضارف. منطقة القضارف منطقة بتاع زراعة مطرية كويس، الحيوان والإنسان كلها بيعتمد على الزراعة المطرية في أيام معينة. لما يحصل تغير مناخي بيلخبط الدنيا كلها، صح الحيوان بياكله يعني الأمطار لو ما جات فيما عادة، لو حصل قطع دائم للغابات. التغير المناخي ممكن يحصل في منطقة معينة، الإمباكت بتاع أو التأثير بتاعه هيكون خطير جدا، ليس على الآن، على بكرة وبعد بكرة، وده ممكن على الامن، ممكن اسرع صار، ممكن اسرع على السياسه، ممكن اسرع على ادي للطلاق. شوف الكلام ده كله شو مع بعض، ويزيد الجريمه كويس. لان الناس دائما مشكلتنا في السودان وفي كل العلوم بناخذ كل حاجه براها، ده غلط جدا. اي صح. حاجه لازم تاخذها مع بعض، اي حاجه لازم تاخذها مع بعض. يعني انت فكر في بيتك، لو وقفت الكهرباء هيحصل شنو في الثلاجه؟ هيحصل شنو لولدك؟ وقفت الانترنت، لازم تفكر في كل الحاجه
اللي هي زي ما سموها انتم في الايديوكيشن هوليستيك ابروش. نعم ايوه يعني انت لو زدت انتاجك في السودان، زياده الانتاج هياثر بطريقه على الجريمه. كويس؟ يعني انت لو خليت القريه منتجه هياثر على الطلاق، نعمل الفلس ده بخلي الناس يطلقوا بعض. كويس؟ اصعب شرطين في الشوارع. كل حاجه يعني مشكلتنا المزعلانه جدا في السودان، بالذات في السودان. نحن بناخذ اي حاجه براها. كل ما بناخذ الحياه كلها مع بعض. لا حتى في معارف مثقفين تقعد في اجتماع بتحس بألم شديد جدا في السودان. يعني انا قعدت بعد الثوره سنتين في السودان. و يعني جيت طالع برا السودان وزي ما بيقولوا زي ما بيقولوا البول الفنان وكل جراح. لانه التفكير الشمولي ما موجود. التفكير فردي ويومي وحادي. وفعلا دي نقطة مهمة جدا جدا. يعني يا سيدي احنا مثلا بنلقى طالب، يعني طالب في جامعة مثلا، وعنده تلفون جميل وبيجي بخش لك الفيسبوك، ويعني ورسل لك رسائل جميلة وكتاباته أنيقة وكده، بتلقى شارع بيته وسخان. تمام؟ فيعني المبادئ، انا في رايي المبادئ لا تجزى. يعني ما انت يعني والحياه مبادئ، يعني اذا انت عايز تعيش حياتك دي فتش للمبادئ بتاعتك وين. يعني ففعلا ده كلام سليم جدا. وفي النهايه العلوم كلها مرتبطه مع بعض، وفي النهايه هي عشان تخدم الانسانيه وتخدم البشريه. نعم تفضل يا دكتور. التفكير في السودان، يعني انا الليله اتكلمت مع رئيس الوزراء في حته نقطه غريبه جدا، كان الاجتماع معه قبل الاجتماع كله. قلت له انت يا سعاده الرؤساء الوزراء، من عيوبكم الرئيسيه في الحكومه وجدت شعبا استهلاكي ومشيت معاه في نفس الطريقه. نحن محتاجين نغير الكلتشر، نغير الثقافه السائده في المجتمع من شعب استهلاكي لشعب انتاجي. صح. يعني نتغير، نخلق تغيير كامل في المجتمع. يعني مثلا بدل تدي، انا عندي مقال لذيذ حتى حمدوك بيضحك فيه، اسمه مقارنه بين سمنارات حمدوك وغنيمات فخر الدين. كويس؟ ايوه كويس؟ مقال جميل جدا قريته يعني. وغنيمات هو نفسه بيضحك فيه. واعتقد انه حتى الليله كان في كلام عن المغتربين، لانه مكين كان قاعد معنا في الاجتماع. كنت بقول يا جماعه شوفوا، المغترب ده يحفظه بالعربيه، العفش القضايا كلها بتصب في نهج استهلاكي. المغترب السوداني ده يكون قاعد بره في السعوديه يرسل لولاداته القروش ياكلوا ويشربوا ويمسكوا التليفونات يضربوا يتونسوا بيها، يقول لك احنا ما لاقيين شغل، يقريهم جامعه وبعد ما يخلصوا كل واحد ماسك الموبايل والتندشه شغاله وزعلانين من الكهرباء بتقطع. طيب المغترب السوداني المسكين ده يا رفدوه فقد شغله يا جراجع جنازه بالدفن في السودان. طيب المغترب في العالم كله مختلف عن كده، بيحاول يخلق حاجات تنتج. يعني مختلف في مصر وغيره وغيره وبيساعد الدوله. كويس؟ يعني كل المغترب السوداني، انا بعد مرات بقول له يا جماعه والله انا بيزعلني في الشعب السوداني والشعب القرده، كل زول بيعمل نفس الحاجه اللي عملها الثاني. جاب حافله جاب اي زول بيشتغل، ما في زول بيبتكر اصله ابتكار. وبالمناسبه دي بترجعني بعدين لكلمتين خليني اذكرهم عشان اقول لك، انا بعتقد في الدنيا دي احلى كلمتين في الدنيا دي، دائما طلعت درست برضه فتره في الجامعه بقول لهم كلمتين قيمه الانسان، كرياتيف وانيشيتر. انا لما يكون عندي موظف او طالب كرياتيف كويس وانيشيتر مبادر، ده بالنسبه لي يعني الشخصيه النمره واحد، انك تكون كرياتيف وتكون مبادر. ما تكون بتنتظر. نحن في الشعب السوداني طريقه التعليم بتاعتنا شغاله، عشان بكون القراي المعركه كانت فارقه شغاله في السودان بين الاسلاميين وبين الجمهوريين. دي معركه في غير معترك. انا كنت زعلان منها جدا جدا. ده اخلق تلميذ وده اخلق مواطن كرياتيف انشيتر. ده بيؤدي لخلق الليدر. ودي مشكلتنا في السودان، ما عندنا ليدرز ونحن بننتظر المنغص. عشان كده ثوره البشير سمى نفسه ثوره الانغاص. كويس؟ والجماعة برضه طوالي جو وطوالي جو سموا حمدوك المؤسس. بالضبط. فنحن
نحتاج لانه نخلق طفل كرياتيف وطفل انيشيتر. ده بأدي لمواطن يكون ليدر، بيكون عندنا كميه من الليدرز. احنا هسه عندنا مشكله في السودان، ما عندنا ليدرز كويس وما عندنا انيشيترز وما عندنا كرييتر، كل زول بينتظر او بيلوم. نحن في المانجمنت بنقول انه افشل مدير، افشل اداره، افشل مؤسسه التي هي تسوق فيها روح التلاوم، كل زول يلقي اللوم على الاخرين. ده الحاصل هو الحريه التغيير، وده الحاصل هو الحمدوك، لانه دي الكلشر بتاعت الشعب السوداني. حزب الشيوعي يقول حزب المواطن، حزب المواطن يقول حزب الشيوعي فلان. عشان كده نحن حتى في البيت اخوك يقول والله لا ياسين فخر الدين، كل زول ليه؟ لانه نقعد ننتظر مغترب يرسل عايش له عائله كامله، لانه الاعتماد على النفس بيخلق الانيشيتر وبيخلق الكرياتيك وبيخلق الليدرز. نعم كويس. عشان كده التربيه الاسريه والتعليم فيه مشكله كبيره جدا ما بتخلق لها الناس. يعني الاب والام في السودان بيقعد يمسحوا في ولدهم كده زي الجريوه، وما دارين يطلع شيء ما زي زمان، ودارين يمشي مدرسه خاصه، ودارين يعمل له كل شيء، يجيب له اكل السمح، ما حيبقى مواطن صالح. صح. كل الفقيره على الغنيه بتهبش ولدها كده، ما داير يطلع في الشمس. عشان كده الولد ده قاعد زعلان من حمده وزعلان الدنيا كلها من الكهرباء القاطعه، لانه ما بتلقى انه زول بيضرب جير في الشارع، ما بتلقى زول جزر. يا اخي تخيل انه الليله اوسخ بلد في العالم السودان، في العالم، صح عالم، انا ما شفت اوسخ من السودان. انا لفيت اكثر من 100 دوله في العالم، ما شفت بلد اوسخ من السودان. لانه المواطن ممكن يمسك على بدل بيبسي او كوبايه. انا عندي بنت صغيره هسه الان طبيبه، عندها نكته لذيذه، مشينا السودان وهي تربت برا السودان، قال ضعيفون وصغيرون كده. فالمهم جينا قدمنا حلاوه لزول طيب عندنا في البيت، اكل الحلاوه جدع القشره بتاعت الحلاوه شو في الحوش، فقامت كوركت دعابتي دادي لا لا دادي، شافت الزول ده كانه عمل جريمه، لانه التربيه بتاعتها دي جريمه، جريمه مكتمله، كانه راجل كبير يجدع شنو الحلاوه شنو. فالتربيه ايوه نعم والسلوك صح نلوم نحن نطلع مظاهرات نولع على اساتك. تخيل انه تخيل عدم الوعي في اللي على اساتك، والله اللي على اساتك ده يوجع لي قلبي. تلقى الدخاخين والدنيا صباح والناس الازمه والناس العيانين، وتلقاه كله ويقول لك دي ثوره، ثوره ما كده. انا قدمت كميه من المبادرات ولقيت انصاف اكثر من لساتك. يعني قدمت كميه من مبادرات الحكومه بتوقيعات، يعني نحن رفضنا حتى قبل فتره، انا قدمت الحكومه ورقه ومعي كميه من الناس اعتقد انك منهم، نعم رفضنا التوظيف بدون شنو؟ شفافيه. نعم خوفنا الحكومه، دي وسيله اقوى من اللاسلك. اللاسلك يقول لك لا انت ما بتاع ثوره، انت ما ثوري. اللاسلك ده تدمير للبيئه، تدمير الانسان. المفروض نكون كرياتيف مبدعين حتى في معارضتنا. المعارضه نفسها قيل اليوم الايام قلت للمعاقين، احكي لكم ترزي جدا جدا، كان عندنا مشكله في الاسلام احنا كمعاقين. قلت له يا جماعه والله احنا جايين نعمل مظاهره. قال لي كيف يا دكتور؟ قلت له هنجيب حمير وحصين، نركب الحمير كويس، وهنجيب حيوانات معانا، وهنجيب بتاع الموسيقى، وهنجيب بتاع الرسم، ونلعب الخيم، ونفضل نجيب المعاقين اللي بيرسموا، ونجيب فنانين يغنوا، ونعمل مسيره يعني معانا حتى بالحمير وبالكار وبكل حاجه قاعدين فيها الناس البلايند الكفيفين وغيره وغيره، ويعملوا نوع من انواع المسيره او الموكب بيلفت نظر العالم كله لقضيه، يكون نفسه في نوع من انواع الكرياتيف، ما تكون زي هيروغليفيك، ما تكون كوراك، لا حيري كده. قلت له دكتور انت جاد؟ قلت له ايوه جاد. نمشي جنب حتات مواقع استراتيجيه ونعمل شنو؟ نعمل اعتصام، اجيب لكم صحافه العالم كله يتفرجوا فيهم، لانه احنا صحافه هتفرج، يعني اجيب البي بي سي والسي ان ان يتفرجوا في حاجه في السودان ما حصلت في العالم، زي الثوره السلميه بتاع 100% خلت العالم كله يعاين نعم السلميه 100%. نعم والقطر يا ريت بتاع عبره نعم بالضبط برضه، يا ريت في معارضتنا نبطل الحريق ونبطل الكسير كسير الاساتيك قفل الشوارع، ونكون كرياتيف، ما نعمل نفس القصه اللي عملناها امبارح نعتبرها ثوره، لا. يعني انا كنت بدعو لحاجه ضحكوا في وقتها، قلت يا جماعه تعالوا في يوم 30 يونيو احنا اثنين، المعارض يا حمدوك يزرع جوافه
والمعيد اللي حمدوك يزرع مانجا. ما هو لانه يا دكتور، لانه يعني طبعا كلامك ده كلام جميل وكلام مثالي، واتمنى اتمنى انه وان شاء الله باذن الله حتنجح في مسعاك ده، انا متاكد يعني، وانا شخصيا معاك يعني. يعني نحن دائما النظره بتاعتنا شنو؟ نظره انه والله يا اخي منتظرين زول يجي يعمل لنا، تمام؟ منتظرين زول يجي يزدي لنا خدمه يعني، تمام؟ يعني ابسط حاجه الليله دي انت لو مشيت في ابسط غريه قلت لهم والله يا جماعه يا اخي تعالوا مثلا ننظف الحله دي كويس؟ ما حتلقى ناس. وانا جربت عن نفسي يعني، انا جربت عن نفسي، انا اتذكر انا في المرحله الثانويه كان عندنا رابطه الطلاب في الحله يعني، فعشان نمشي ننظف بس الحته بتاعت السهريج والاحواض بتاعت المويه وكده ما في زول يشتغل بينا، تمام؟ في حين انه لما تكون في مباراه بتاعت كره قدم وكده بتلقى الناس جايين باللوار وبالعربات يعني كميه كده يعني، كويس؟ فالمبادئ تاني برجع وبقول المبادئ لا تجزأ يعني، انتوا لو دارين نحن لو دارين نحن ما انت كلنا يعني لو دارين نبني بلد لازم نتنازل عن الحاجات دي، لازم يكون نكون مبدعين ومبادرين. وحته مهمه جدا ذكرها دكتور فخر الدين اللي هي القياده. يا جماعه القياده ما بالضروري انت بس تكون قائد حزب ولا رئيس وزراء، لا لا، في نفسك دي انت تكون قائد، تكون مبادر، تكون انت بتتحمل الصعاب، وفي نفس الوقت بيكون عندك مبادئ، تمام؟ ما بتتكسر بسهوله. هو قدام نحن سعيدين يعني دكتور فخر الدين ده والله انا بشوفه مفخره ما شاء الله يعني، راي يعني زول اصيب بمرض وبعد ذاك ما وقف ومشى 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 ولسه يعني يوميا يعني دكتور فخر الدين ده بيكتب في الفيسبوك ده ما قل من 6 7 بوستات، وبوستات يعني قويه جدا يعني، تدعو للثوره الخضراء، التشجير، ان احنا تبرعنا ليكم، تعالوا نعمل، ودي غنمي يعني. راجل بيصور في بيته مش لانه هو دار يسهر ولا محتاج يسهر، لكن بيوري انه يا جماعه انا قدامكم بقدر اعمل حاجات، تمام؟ فيديك العافيه يا دكتور، معلش انا اخذتك بره هنا شويه. طيب يا دكتور انا دار بس دار ارجعك للحته بتاعت سالفورد ومانشستر والرحله بتاعت الدكتوره. يعني كانوا في سودانيين معاصرينكم في الوقت ذاك، شكل العلاقات الاجتماعية بين السودانيين في الوقت ذاك في مانشستر كانت كيف؟ الليلة أول ما سلمت على حمدوك قمت قلت لهم يا جماعة خلوني أسلم بطريقة غير رسمية، يعني الناس كلهم بيتكلموا سعادة رئيس الوزراء، أنا ما اتكلمت عنه، قلت لهم يا جماعة أنا حمدوك كان زميلي في مانشستر، يعني من الناس اللي كانوا موجودين في مانشستر ذاك، هو وزوجته منى كلهم بسيطين، لكن مانشستر لما الصفوة الحمد لله استفدنا منهم، يعني لما من ضمن الناس اللي لمتهم موجودين لحد هسه دكتور صديق ازاي لعي، ولما يعني رسامين وفنانين، ولما ناس صفوه في الفكر. وبعدين كان عندنا واحد من اهم الاخصائيين بتاع القلب في العالم رحمه الله، عارف الرجالين، يعني عارف الرجالين، يعني كان يعتبر بايونير، او كان يعتبر واحد من رواد طب جراحه القلب في العالم، هو كان موجود في مانشستر، والله طلب الخير دكتور ادم بقادي، دكتور بشر هباني، لما صفت المجتمع السوداني، وعملنا فيها حياه غريبه جدا، عملنا الجمعيه السودانيه للثقافه، عملنا اشياء كثير جدا، وانا برضه كنت جزء من الجاليه، يعني كنت سكرتير الثقافي للجاليه السودانيه، كنت سكرتير بتاع اتحاد الطلاب السوداني في بريطانيا، فكنا بنجيب الطيف مثلا، اتذكر جبنا الطيف صالح في ندوه في بريطانيا، و قلت له يا استاذ الطيب، رحمه الله، يا استاذ الطيب، انت سالت انا عايز اجيب اجاوب عليه، قال لي شنو يا فخر الدين؟ قلت له زمان، قلت من اين اتى هؤلاء؟ للكيزان اجاوب عليك الكلام ده قبل كم سنه، قال لي الاجابه شنو؟ قلت له من غفلتنا يا سيدي. من غفلتنا بتاعته في كان يتحدث عنها في جامعه مانشستر اعتقد، وكانت الحياه كان فيها ضخم، يعني فيها مبدعين في شتى المجالات، هم معظمهم كانوا مبعوثين من الجامعات السودانيه. انا ما كان عندي مشكله مع الاتجاهات السياسيه، يعني كنت صديق للشيوعيين، يعني لكل الاتجاهات السياسيه كان عندي علاقات بيناتهم، يعني محبره بطل. ما كنت يعني الوقت ذاك انا فتره من فترات في بريطانيا كنت الرئيس التجمع في المنطقه بتاعتي. رئيس التجمع الوطني. ما كنت بحس انه انا رئيس، يعني فتره جفا الخاتم عدنان رحمه الله، لانه يعني كنت بحس انه انا جزء من الكل، وده ساعد
يعني انا اشتغلت بالمناسبه في محطه، يعني ما قاعد اتعامل معاه كثير جدا في حياتي، محطه مهمه جدا، محطه المعارضه للنظام. انا طبعا اعتقلت مرات في ظل الجفا، لا ظل الحكومه السابقه، وخشيت الاعتقال، وحصلت لي مشاكل كثيره جدا يعني في اثناء وفي في 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 الدراسه، في اشياء كثيره جدا من نظام الحكم السابق. فقضيت وقت طويل جدا من حياتي في العمل السياسي يعني، فالان انا بحاول اتفكك منه. حتى عملت حياتي زمان مفاهيم خطأ، يعني انا بريطانيا دي علمتني اشياء كثيره ما كنت فاهمها، يعني حتى السياسه كنا فاهمينها غلط، وحاجات كثيره في حياتنا كنا فاهمينها غلط. حتى في السودان ما كنا بنعرف معنى اجتماع، معنى ميتنج شنو. انا استفدت من بريطانيا فائده قصوى جدا في تكوين شخصيتي، يعني مثلا حتى حاجات بسيطه، شنو يعني كيف اجتماع، كيف اداره اجتماع، انا ما فهمت القصه دي ببريطانيا كويس، تايمينج والتايم مانجمنت والحاجات كثير جدا. يعني انا اشتغلت في بريطانيا في مرحله من المراحل في حياتي في 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 جمعيه، في جمعيه بتاعت المعاقين في بريطانيا، اخذت الحمد لله، يمكن دي ما بتذكرها برضو، اخذت واحده من اميز الجوائز في بريطانيا، اللي هي جائزه اللورد سنودن لطلاب متفوقين في المملكه المتحده، والذين قدروا انه يتجاوزوا الصعاب وينجحوا. فاخذت جائزه كان لها تاثير كبير في حياتي، جائزه من اللورد سنودن في لندن في قاعه نهر التيمز، كنت مخلوع يعني، جموني في قاعه نهر التيمز ويديني لورد الجائزه اشتريت بها عربيه هوندا خضراء ما بنساها طول حياتي. فالفتره دي قدرت اتغير في مفاهيم كثيره جدا، في فهمي للسياسه، فهمي للاقتصاد، حصل تغير في شخصيتي، بدات افهم السياسه بطريقه مختلفه عن السودان. يعني السياسه انا حسب بفهمها انه يعني ما بفهمها انه السياسه بتاعت ايديولوجيا، الايديولوجيا والفكر دي انا بالنسبه لي اصبحت يعني كلام فارغ، زي ما نظريه حسن البنا والنظريه الشيوعيه ما بؤمن بها. انا بؤمن هذه كل يوم ماشيه متحركه، يعني حل كورونا وحل زي العلم يتغير، الحياه اصبحت زي النهر متجدد وليس جامد. فالسياسه بفهمنا السودان القديم انا ما بحبها، انا بفهم السياسه تغير في حياتنا، تساعد في التعليم، تساعد في الصحه، انا بفهم السياسه كفه الملاح، المعيشه، الامن، الصحه، التعليم، ما بفهم السياسه بالفكر السوداني انه محمد عثمان مرقن وساقي المهدي وفتح الخرطوم والحزب الشيوعي، الكلام ده انا ما بفهمه ولا ده افهمه. حتى تجاوزتها تماما كويس، وبعتبر انه دي حقب تاريخ، ده هيستوري، زي الهيستوري بتوع مانجمنت اللي كان بيعلموه في المدارس. لا زالت السياسه السودان فهموا اللي اضربني واضربك واعوقني واوعبك، يعني فهموا اللي يعني انا بسموه المراهقه السياسيه. نحن المفروض نتنافس في مصلحه المواطن، نتحدث على البيئه، قضايا المعاقين، قضايا المعاشين، قضايا التعليم، قضايا المعلمين، كل واحد فينا يكون عنده رؤيه. يعني انا ما شفت الناس طلعوا الشارع يوم 30 يونيو كان كيزان كان شنكا ادوني رؤيه، والله بدون رؤيه بقيت معاهم، ما عندي اصنام اصو ما عندي. اي نعم انا عضو في حزب المطار صح، لكن بالنسبه لي ما صنم، ممكن اتخلى عنه، ممكن اتخلى عن اي حاجه. الدينيه يا سير راي بمشي وراك لو اقتنعت بيهم، ده كلام جميل جدا جدا يا دكتور، واتمنى ويعني ازعى جاهدا انه الكلام بتاعك ده يصل لاي زول، يعني لانه صراحه يعني احنا بنعاني كثير، يعني احنا بنعاني كثير، بنعاني انه من عدم تقبل الاخر، بنعاني انه والله يا اخي عندنا اصنام نحن بنعبدها، مش بالضروره الصنم بتاعك ده يكون بشر ولا كده، لا اصنام فكر، يعني الفكر ده ذاته ما ممكن يكون، انت لما فكرك ده يكون متحجر، يكون بس والله يا اخي انا بس فكري للحزب الفلاني او الايديولوجيه الفلانيه، انا شخصيا دي بعتبرها صنم، انا ما بؤمن بالحاجات دي، ولا بؤمن بالسياسه، ولا بؤمن بالاحزاب السياسيه، وعمري ما انضميت لحزب سياسي. انا عندي السياسه البغاء للعطاء، انت بتقدر تجي تعطي تعال ما في مشكله كويس، بتقدر تعمل حاجه تفيد تعال، لانه اصلا الاحزاب دي لو كان حاجه اوثنتيك كان ربنا سبحانه وتعالى نزلها في القران، ده انا شخصيا ده رايي، ممكن الناس تختلف معاي فيه او تتفق. طيب يا دكتور يا سيدي، نعم انت في بريطانيا، نعم ما في بريطاني تابع الحزب طول حياته، البريطاني بيدي صوته للحزب طبقا لمصالحه، صح
كويس. يعني الحزب بيتكلم لو عنده مشكله في التعليم او في الصحه معينه، وفي حزب اقنعه انه هيقدم في الصحه والتعليم برنامج او رؤيه هتفيده هو على مستوى اسرته، بيدي صوته. ممكن ابعت 4 سنين حزب الثاني. ممكن انت تشجع مانشستر يونايتد فور ايفر طول حياتك، بس لكن ما عندك حزب طول حياتك، بتدي برنامج صح بتدي رؤيه. صح يعني السياسه هي اللي بتخلق لك الامان في بيتك، هي الشرطه، هي الامان، هي التعليم، هي الصحه. نحن مشكلتنا فاهمين السياسه غلط، عشان كده ماشيين في اتجاه غلط. فاهمين مظاهرات كوراك حمدوك فلان، حتى بنختزل الاراء كلها في شخص، الخصام كله في شخص. نعم ايوه في زول ساعه سؤال لذيذ جدا كده. الأسئلة دي كلها بنرجع عليها، كلها أنا بسجل فيها بنرجع عليها. طيب يا دكتور، أنا داير بس الحتة بتاعت يعني أنت في قعدتك في بريطانيا دي، ويعني عاصرت سياسيين كتار، يعني كويس. يعني أنا داير أسألك سؤال مباشر جدا جدا، نحن مشكلتنا الأساسية شنو في السياسيين بتاعنا؟ يعني الناس دي مثلا الثورة دي جات والناس يعني قدمت أرواحها، يعني وربنا يتقبلهم شهداء، يعني وقدمت حاجات كثيرة جدا جدا. في نفس الوقت بنجي في نفس الغلطة، أنا بفتكر إنه نفس الغلطة اللي هي المحاصصة السياسية وكده. الحاجة دي بترجع لشنو يا دكتور؟ هضحكك، هرجع لك سبب ما حتصدقه كله كسالة. كسالة أوريك كيف يعني كسالة بمعنى الكلمة. كسالة نمرة واحد. نمرة اثنين، ما بنؤمن بالعلم والمنهج، لأننا شعب عاطفي وشعب بيحب الشعار، ممكن يسوقنا أي زلمة بالشعارات أو باللوم. ده عايز تغيير كامل في التربيه وفي الشخصيه السودانيه. يعني انا حبيت الثوره دي لما اندعت للتغيير، لكن ما عملت حتى سبب في التغيير. تغيير البفاعه، فاهم هو انا حبيت. فانت اساسا ممكن يجي ولدك الصغير، انا قاعد اتونس مع بنتي بريطانيا، كانت ممتحنه جي سي اس اي ولا اي ليفل ما بتذكر. كنت بقول لها اقري لغه صينيه، تقول لي يا بابا انت ار يو سيريوس؟ انت جاد؟ اقري لغه صينيه شنو يا بابا يا اخي؟ قلت لها انا اللغه الصينيه، الصينيين بيجوا متقدمين العالم كله في الصناعه، بس اللغه الصينيه بيكون عندها انت لو دايره تقرا اي لغه، يعني انت طلبوا منك تقرا لغه، تضيفي لغه للسلوز بتاعك الفرنسيه والالماني. قلت لها انا رايي تقري صينيه. لما جاء الايديوكيشن ادفايزر قال لها ابوك شاطر جدا، قال لك الكلام ده كلامه صح. كويس. فشوف الاحزاب السياسيه السودانيه احزاب شعارات، ما عندها كيتشن. شنو الكيتشن؟ الكيتشن يا استاذنا ياسين، انه انا اتكلم عن قضيه بتاع التعليم، بقوم اجيب الناس اللي عندهم الناس اللي عندهم اكسبيرينس في التعليم. انا لا اجيب الناس اللي عندهم اكسبيرينس في التعليم واقعدهم عشان يعملوا. يعني انت لو شفت حزب العمال البريطاني في مؤتمره العام او حزب المحافظه البريطاني، اي ورقه بعدها مختصين الصحه التعليم غير، ما بيعدوها سياسيين، ما في ورقه بيعدوها بوليتيشن. بوليتيشن شغلت عطاره، اي شغل يعني ما ممكن يكون جست بوليتيشن، لا اي شغل بيقضوا راس عسكريين بتاع الصحه بتاع اديوكيشن بيقضوه مختصين في الامر ده. لما يقضوا البرنامج يعملوا البرنامج ده، البرنامج ده هيحصل في تنافس وديبيت مع برامج اخرى، والشعب يتفرج. شفت الكلام ده يا ياسين بعينك في نعم الديبيت هنا، انا دعم ما ارفع الدعم. بيكون في ديبيت في التلفزيون ونقاش وحوار، بيشوفوا الشعب وبيحكم على الشعب. هنا لا، شعارات وكوراك وبيانات. فالسودان لانه كسلان، ما بيدي المتعلم فرصه سياسيه عشان يجي يضع رؤيه اقتصاديه او رؤيه قانونيه. الحزب ما بينافس بناء على رؤى ومفاهيم. سريع سريع، داير السوداني داير انه يزرع شجره الليله بكره ياكل منه الثمره، ما عايز يشتغل. دي مشكله كبيره جدا، حتى عودناها لاطفالنا، عايز ازرع الشجره الليله. يا اخي انت مجنون تزرع شجره بعد سنتين عشان تنتج؟ لانه السوداني ما عايز كده، عشان كده ما بيزرع شجره، ما بيعمل اي حاجه ينتظرها. عشان كده كميه من السودانيين سماسره، كميه ضخمه جدا من الشعب سماسره، وكميه كبيره جدا عايز تشتغل في يوم واحد. ده الحاصل في السياسه، عايز السلطه في يوم واحد. الشخصية السودانية
هي المتواجده في الموجوده في السوق، هي الموجوده في الحزب. ده بيرجعني لنقطه مهمه جدا، شنو يعني سياسه؟ لا ماركس لا لينين لا حسن البنا لا المرغني لا المهدي لا غيره لا غيره. سياسه هي فن اداره الميزانيه. السياسه هي في الاداره، يعني مختصين في كل المجالات لما يجيبوا اوراقهم كويس، الدوله عارفه دخلها كم ومصرفاتها كم. دي الميزانيه بتاعت الدوله، عشان كده بريطانيا واي دوله في العالم اعلان ميزانيه الدوله كلها واعلان، وتكون مهتم بلحظه اعلان الميزانيه، صح بتعين تمشي للتعليم كم كم وغيره. نحن ما بنهتم بالقضايا دي، وعايزين طوال نحن زي الزول اللي عايز ما يعمل اساس لكن يكون عنده عماره، عايز يسكن في عماره بدون اساس. فاحنا كسول، يعني كسول حتى في التفكير. انا الناس كتار ممكن يزعلوا مني، لكن احنا ما بنتعب، عايزين اي حاجه جاهزه. نحن الشعب انا بسميه شعب التيك اوي، ما عايزين نتعب، طوال الحاجه تنتج. عشان كده اتجهنا للسمسره، عشان كده 30 30 سنه نحن شعب شحاتين بنعتمد على الخارج. انا الكلام اللي بقوله لعبد الله حمدوك دائما انه لازم نتغير، نكون ننتظر بنك الدولي وننتظر صندوق النقد الدولي، احنا شحاتين طول السنه. كورونا دي الشعب القفل نفسه قدر انه يعني يمشي نفسه، الشعب اللي بيقدر ينتج. فاحنا عندنا مشكله رئيسيه جدا في السودان، ان احنا الشعب غير منتج. عشان كده غير منتج سياسيا، غير منتج قانونيا، غير منتج زراعيا، غير منتج لا. عايز يجيب له بودره حتى لو كان له حصان كويس، في النهايه ما بهمه. عايز تشوز انه انا غني، انا عندي موبايل، انا عندي عربيه، انا عندي لبن بودره، ما عايز يتعب. شايف انه يشتغل وربي غنمايه عيب، يربي جداد اخيه. نحن شعب الان عمل، وبالمناسبه بنحلم، ولو في بيكا بنتكلم كلنا، والجيزان بتشتغل والشاي بيشتغل. يا اخي البيكا بيجي ويجيبوا لها بشيش عشان تعمل شاي في بيت البيكا كويس، والعين والله العظيم. يعني انت بريطاني برضه حاجه في الدنيا كلها، شفت لك شعب استهلاكي قدر الشعب السوداني؟ شوف في شعب في العالم عنده فرحة. نحن الطريقه اللي مشينا بها اقربنا، عشان كده اصبحنا الان فقراء. اذا عملت غلط عشان كده الان ما بناكل لحمه، اللحمه وصلت 2500 جنيه. نحن تعاملنا مع الحياه غلط كويس؟ تعاملنا كل مع الحياه غلط، لانه تربيتنا فيها حاجه غلط. لانه الليدر عندنا هم نفسهم ما ليدرز، هم مستهلكين زينا، هم كذاب زينا. عشان كده لازم نخلق ليدر جداد بتفكير جديد، ناس كرييتيف عندهم حاجات جديده. يعني انت ليه لو عينت في الاوضه اللي انت قاعد فيها دي وانا عينت في الاوضه بتاعتي دي، كل الحاجات دي تشاينيز مصنوعه في البيوت، تشاينيز صنعوا كل حاجه، اي حاجه ذيس از تشاينيز، اول از تشاينيز، كل حاجه تشاينيز، everything، اي حاجه قدامك من تشاينا صنعت في البيوت. قدر الشعب الصيني انه ما يخوف امريكا. نحن دايرين نطلع نقورك في حمدوك عشان يجيبنا العيش. حمدوك يشحت من امريكا، امريكا تقول له تديني قواعد عسكريه، يشحت من روسيا. نحن اصبحنا الشعب الشحات في العالم، الشعب الشحات في العالم. ما لم نتغير تغير حقيقي ويحدث تغير فينا وتغير في اطفالنا، من اللي استفلنا عشان يشتغل زي ما زمان يا ياسين عندنا ابواتنا كان بيقول لك يا ولد تعال يتف الواطي، يقول لك قبل ما تشرب تفال تجيب الحياه الفلانيه. ربو جيل مختلف، الله ما في زول بيقول لولده كده كويس. عشان كده احنا ما لم نخلي ولدنا يديله خشنه كويس ويشتغل وينتج، حتى الطفل في العالم ينتج. يعني كميه من دول العالم، انا مره شفت واحد صعيدي في مصر قال لي مرته ولع يا حجه كويس، بيفتح في شيشه، جه شايل الولعه دي، طفل عمره سنتين ما يقدر يتكلم. انا خفت عليه. يعني تحمل المسؤوليه حتى للانسان من هو طفل، يعني بيتاثر على حياته. ففهمنا السياسه غلط. الرياضه هي ذات مؤمنه عسكريه، السياسه دخلت فيها والفساد دخل فيها، كل حاجه نحن فاشلين فيها، لانه كل زول في غير محله، ما في مفهوم سياسه صح، ما في زول بدي. يعني ليلى انت ياسين اتعلمت حاجه، ما بنادوك عشان يستفيدوا منك او ما بيحاول يستفيدوا منك، لا. عشان كده نحن لو ما ادينا، نحن مش في مثل بيقول اعطي العيش الخباز ولو اكل نصه؟
نحن في السودان محتاجين نعطي العيش لخبازه ونخليهم ينتجوا. نحن لحد الان يا ياسين يا اخوي اديك مثل بسيط جدا جدا، الغرامات بتاعتنا طلبا واحد، الغرامات في العالم يجي 10 رطل. ده كلام جميل جدا جدا. احنا طبعا حنجيك على تربية الغنم والأشجار والحاجة دي. طيب المرحلة بتاعت الدكتوراه ما شاء الله انتهت وختمتها بجائزة بتاعت اللورد سوندر. طيب بعدها عملت شنو يا دكتور؟ قلت شنو يا حسن؟ سوري؟ بعد ما ختمت الرحله بتاعت الدكتوراه واخذت البي اتش دي وانتهت بهوندا خضراء اللي هي دي الجائزه اللي اداك ليها اللورد ستوندر، بعد ذاك مشيت عملت شنو؟ والله والله يعني انا تقريبا يمكن اكثر سوداني بشتنتك. انا دايرين نسمع البشنه دي. لو كتبت سي في ما بقدر اكتب حياتي كلها، بضطر اختصرها ايوه باختصار نعم جدا جدا. انا كان عندي شركه في دبي كويس، في الامارات العربيه المتحده كويس، وشركه بعيده جدا عن شغلي، بشركه بتاعت التسويق، وبعد شركه بتاعت التصنيع للابواب والمطابخ. وبرضه اشتغلت في السعوديه مع دكتور خالد، اظن هسه يكون موجود اعتقد معانا في الغالب، اشتغلت معه وانشانا مركز اسمه مركز الرؤيه الثاقبه للبحوث والاستشارات في السعوديه. برضه كان عنده علاقه بالكواليتي مانجمنت بالاديوكيشن بالمناسبه، لا علاقه به. و ترجمة اشتغلت عملت شركه بتاع الديزاين، حاسس هو سال منها ما بتذكر منه، يمكن يكون دكتور ناجي. مشيت تونس، انا بحب الديزاين، وجبت زول عمل لي ديزاين في السودان، سويت له كسر الشوك في السودان كويس. وبرضه اشتغلت ماركتنج في انجلترا فتره طويله جدا، اشتغلت في الماركتنج. طبعا انا الحياه بحبها جدا الماركتنج. انا برضه الحياه شنو؟ الحياه عباره عن ماركتنج، فقدرت انه اشتغل في الماركتنج فتره طويله جدا جدا، واعمل شركه بتاعت بحوث بتاع التسويق وماركت ريسيرش، وبرضه ده مجال كنت بحبه جدا وجدت فيه نفسي جدا. وكان شركتي دائما في كل انحاء العالم عندها اسم احبه جدا اسمها توجذر، اسمها اشتغلت فتره في جامعه سافورد، لكن كان عندي شركه اسمها توجذر، لان انا بؤمن بانه اي حاجه بتكون مع بعض، ما في نعم بيقدر يشتغل براك. صح مش على الاسم ده ذاته علاقه بحياتي، الشركه توجذر اللي هي بالعربي اسمها معا. فكان عندي شركه في السودان اسمها توجذر، كان شركه في الامارات اسمها توجذر، كان شركه في السعوديه اسمها توجذر. فحبت كثير جدا، ما بقدر يفلح في كل محطه عشان الوقت بتاع البرنامج، لكن اخر مغامره او المغامره قبل الاخيره كانت في دوله غريبه جدا انا ما بعرف لغتها، كانت في جورجيا. جورجيا هي دوله من دول الاتحاد السوفيتي السابق. فعملت شركه مع صديق في جورجيا، اهل جورجيا معظمهم ما بيعرفوا غير اللغه الروسيه واللغه الجورجيه. فكانت يعني كانت محطه من محطات حياتي فيري انترستنج جورجيا. فسكنت في جورجيا سنتين، ومن جورجيا كان عندي ارتباط باذربيجان، اللي هو جورجيا واذربيجان ديل الاثنين كانوا من ضمن جمهوريات الاتحاد السوفيتي. نعم جورجيا دوله هي واذربيجان دوله مسلمه، هو الشعب مسلم. وفي كبير جدا بين الشعبين. ف يعني من حدود جورجيا المسيحيه جيت دخلت اذربيجان، وشاء القدر انه في اذربيجان اتزوج من اذربيجان. يعني يعني واشتغلت بالمناسبه في حته مهمه جدا جدا نسيتها، وكان لها يعني تاثير كبير جدا على حياتي. أنا اشتغلت في المغرب وعشت فترة ايوه طويلة جدا في مصر. المغرب دي مهمة جدا نسمعها، لأنها بالذات يعني كتاباتك فيها كتابات يعني سوسبيشن جدا يعني. أنا أحب المغرب لدرجة يعني فيها نوع من لدرجة الولح. أحب الإنسان المغربي، الإنسان المغربي أنا صوفي طبعا، أنا ود صدر هو صوفي. المغاربة صوفية، يعني حتى في دين ما الدين الحاد بتاع الخليجيين، الدين الصوفي دائما فيه محبة، الصوفية دائما فيها المحبة، فيها قبول الآخر، وفيها ده المغربي يكون عنده أوضة واحدة يقول لك تبيت معي أو تأكل معي، يكون فقير جدا جدا. المغاربة وجدانيا أقرب شعب للسودان،
عشان كده انا كنت لكن بحب المغاربه لانه عمليين. كان دعوه لذيذه جدا جدا، بيقولوا يا جماعه انا والله دار اعمل تزاوج بين المغاربه والسودانيين عشان اغير السودان. يعني المغاربه شعب نظيف نظيف، يعني شعب نظيف خالص، تلقى عنده بيت خشب صغير ودور كبران في بيت عشوائي، بيته نظيف تاكل في الوطن. و يعني يا جماعه برضه عندهم الحاجات زي سرعه الغضب والزعل الشديد والعاطفه الشديده. لكن كنت بقول نفسي اعمل تلاقح ثقافي او تلاقح انساني بين الشعبين. كانوا بيضحكوا بين الشعب السوداني والشعب العربي. اتمنى انه يعني يكون في خطوط طيران بين المغرب والسودان، فكل ما يكون في خطوط طيران بين المغرب والسودان ده بيساعد انه يكون في، يعني احنا محتاجين لشعب. انا بعتقد احيانا بعض الشعوب بتحتاج لنوع من وقع التلاقح، التغيير في افكارها وفي تصرفاتها. كثير من الاطفال اللي عاشوا في اوروبا وتعايشوا مع شعوب اخرى حصل فيهم تغير ايجابي، يمكن انت تقول له حصل في بريطانيا. نعم. الايام انا بحب المغاربه زي ما قلت لك، وبحب المغاربه شعب منتج. يعني لو لاحظت اسبانيا وكثير من الشعوب الاوروبيه بتفتح التاشيره للمراه المغربيه عشان تيجي تشتغل، بيشتغلوا في الزراعه في اسبانيا. وبيصدروا الاسبان المغاربه، بيصدروا اشياء كثيره جدا. يعني انت لما تيجي تمشي في السوبر ماركت غالي جدا في بريطانيا، اي حاجه تلقاها ميد ان موروكو، صنع في المغرب. كويس؟ بسيطه والارض بسيطه والامكانيات بسيطه، ما عندهم مويه. اي خضار تمسكه في اوروبا او فواكه تلقاها جايه من المغرب. كويس؟ وهم ما عندهم اي قطاع. بعدين السياسه الخارجيه بتاعتهم الحكيمه والعلاقات الجيده مع بعض، مع كل الدول، مع كل الناس، دي شطاره. الليره الدرهم المغربي بتلقاه من سنين طويله جدا ساوي سعره. فيعني عندي يعني محبه للمغرب، وما بقدر اي سنه ما اسافر المغرب، بحيث انه السنه دي سنه ما جميله لو ما مشيت المغرب. قعدت لي سنه واكلت الزيتون واكلت البصيله واكلت الرفيسه واكلت الاكلات المغربيه وتنست معاهم، شربت العتاية المغربي. المغرب بلد جدا ثقافيا. وبعدين يا ياسين يا اخوي، راي الكاتب وراي الاديب، كل ما يكون عندك تلاقح مع شعوب كثيره جدا، كل ما دي تولد فيك اشياء جميله جدا في داخلك. يعني كل ما يعني لاحظ رشيد عالج اذربيجان، جورجيا، المغرب، البانيا، غيره، ده بيخلق السودان، شمال السودان، غرب السودان، جنوب السودان، بيكون عنده عليك تاثير بوزيتيف ايجابي. نعم، لانه ده في الاكل، في الشراب، في معامله الناس. يعني الان نزل حاجه في شكل كان حصل بين زوجين في المغرب في بان هنا، مختلف على الشكل بين السودانيين، بياكلوا يشربوا بعض يشاكلوا بيبيتوا مع بعض. ثقافات يعني بأمانة، يعني هو صراع. عشان كده أنا كنت أتمنى إن اختلاف الثقافات في السودان يمسكوا السودانيين كحاجة بوزيتيف، جبال النوبة، دارفور، دونغولا، أشياء دي ممكن يكون إنسان ثري وإنسان جميل. نعم، يعني ده 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 كلام ده كلام سليم جدا، ده كلام سليم جدا جدا. وتحية لك وتحية للشعب المغربي والشعب الأزري اللي حنجيبه بعد شوية. التلاقح بتاع الأفكار ده مهم جدا. يعني أنا أتذكر في السودان لما كنا في، يعني كنا في الجزيرة. تمام، تفضل تفضل. طيب يا جماعه، احنا الليله طبعا مستضيفين في ونسة على دروب النجاح دكتور فخر الدين عوض حسن. وطبعا الراجل ما شاء الله يعني هو مدافع ومحفز لهندسه الديمقراطيه والانتاج والمنتجين. وطبعا سمعنا الحاجه دي من الونسة معاه. وكمان مدافع عن قضايا البيئه والخضره والاعاقه والشفافيه. من أوائل السودانيين اللي أخذوا الزمالة في الكواليتي مانجمنت اللي هي إدارة الجودة من المعهد البريطاني للجودة.
وبعدك ما شاء الله يعني تنقل، مشى السودان، مشى اليمن، مشى بريطانيا، مشى المغرب، مشى جورجيا. يعني انا جورجيا واليمن ديل اول يوم اللي اسمعهم، يعني مع انه معاصره يعني فتره ما سهله يعني. ف يديك العافيه دكتور. حبيبي. طبعا يا جماعه بعد 10 دقائق نحن حنفتح المداخلات للناس عشان تتداخل مع الدكتور، اللي هو الناس اللي معانا في الزوم والناس اللي معانا في الفيسبوك. طيب يا دكتور، نجي للمحطة المحطة محطتك الحالية اللي هي قصر الشوك في أذربيجان. ما شاء الله يعني عملت لك مزرعة، ودائما زراعة وخضرة وحيوانات وإنتاج، وتقريبا يعني أنت بتأكل مما تزرع يعني. شوف، أنا يعني بحب الحياة الريفية جدا، وتقدمت كان باقتراح لحكومة السودان إنها تعمل وزير للشؤون الريفية. يعني الريف هو محل الإنتاج في كل حتة في العالم، الريف ده محل الإنتاج. فأنا زول بحب الحياة الريفية جدا. وبعدين دي تخليني يا أستاذ ياسين أحكي لك قصة ظريفة جدا. أنا عندي حبوبتي معسية، سيبها بقى مع شيخ، دايما بذكرها بالقصص دي. حبوبتي دي بتركب حمارتها ومعاها خالي من دنقلة، بيعدوا البنطون بيمشي الشركة السليم، وبنركب الحمير وبنمشي لحوض السليم في رحلة تستغرق ساعات زمان، الآن بتستغرق دقائق. وسط الطرف ده نبات عالي جدا جدا جدا، بنمشي حوض السليم. وزمان لما مثلا يوم ولد عاصم ولد مدن، اقول له يا خالي عايز اشرب، يقول لي طيب ما تشرب، انزل في جدول اشرب مويه يا خالي. يقوم يقول لي جيب البطيخه، يقول لك اقطع كيف يا خالي، يقول لي دقها في راسك، ادق البطيخه كده في راسك تاكلها. المهم، فالحياه الطبيعيه والانتاجيه في دوله وفي السلام، انا اثرت على طفولتي، بقت مؤثر كبير جدا علي انا كطفل. فكانت يعني الناتج بتاعي انه محل ما مشيت نقلت معاي تجربتي. يعني انا في الخرطوم عندي تجربه جميله جدا في البيت. السودانيين كلهم دارس كانوا في الرياض ودارس كانوا في العمارات، وانا عايش في بريطانيا كنت. فالناس تقول لي ها دا تشتري بيت في الخرطوم اثنين في الرياض، اقول له لا، عايز اشتري بيت كبير جنب النيل. يا زول ده مجنون ولا شو؟ يا دكتور انا اشتريت بيت مساحته كبيره جدا جدا في حته اسمها المناره جنب النيل في ام درمان. لما انا اشتريته خلا، يعني كان يعني المنطقه كان خلا وما في زول بيقدر يخش المنطقه دي. فكنت مستمتع جدا جدا، ما عندي قروش. عملت شنو؟ كنت بزرع، كل يوم بزرع عليه شجره. يعني الملك كان قريش وزرع عليه شجره. فانا اظن هسه اكثر، ممكن من اكثر بيت بسيط في السودان فيه شجر. يعني حتى لو فتحت جوجل ايرث هتلقى بيتي اسمه قصر الشوك، موجود دايما حتى في جوجل ماب موجود قصر الشوك. ما شاء الله. في قصر الشوك انا بديت اوطن كميه من النباتات الما موجوده في السودان، يعني الزعتر، البابونج، بعض انواع العنب. فكنت بجد متعه، انا من اوائل السودانيين جبت المعده السعارين، من اول دخلت المعده السعارين للسودان، وكنت بستمتع متعه شديده جدا جدا. يعني انا بيتي لما تيجي خاش بيتي يا سيدي بتلقى الزبده والقشطه ولبن الغنم ولبن البقر والفاكهه، يعني انت وتلقى جايبين مليان. يعني الغفير لما يدي شغال معي يديني قروش ما بحسبها، بحطها في جيبي. فكان خير كثير، يعني ما افتح ثلاجتي والقى اللبن والقى الاكل، كنت مبسوط. انا بحب الخير الكثير، ما بحب الحيوان والزراعه بيخلي عندك خير. بيتك مليان طماطم، مليان اسود، مليان قرع، مليان. وبعدين ما ببيع، اصلا ما ببيع، بدي مجانا. يعني انا بستمتع لما يجي لي ياسين وديه ورعه وديه طماطم وديه، يعني بكون مبسوط. يعني اي زول يعني هسه في اسمه البرنامج ده، كميه من الناس دارين في البيت، اي زول دارين في البيت طلع مليان، ما طلع فاضي. فانت بتجي بيتي بتشيل الى يقصك الكيس، حتى الكيس بيجيبه لك، الكيس بيجيب لك حاجه. فاسسني دائما انه انا عايش مبسوط نفسيا، شيء جيبي مليان، نفسيا مرتاح، ما بضيع يومي. يعني انا ما بقعد معاك في بيت البكا كله لو عندك بكا، اصله بقعد معاك دقيقتين وفوت. ما بقعد معاك في بيت العرس اصله،
يعني يا ولدي اتلومت يا ولدي، الكلام ده عيب امي، ما بقعد ما بفجأة اقعد بدفع في كشفي وزيتك بجري. يوم الجمعه ده اصلا ما بقضي في كشتيره ولا بقضي في كلام فارغ. يوم الجمعه ده بمشي طوال قصر الشغل، لا ارسل على الراجل بتاعي، بخش في تحت مع الزول واشتغل. يوم الجمعه قصر الشوق ده بيكون فيه كل حاجه، حتى يعني انا يا ريت لو كان معي عملنا صور حسي كان في الحلقه دي. قصر الشوق قال خدت عن قريبي وسط الزراعه، انا من اوائل الناس اللي زرعت بسوان جنزبيل، اوائل الناس اللي زرعت جنزبيل. فاي زول اجنبي او محلي بيجيني بيتي يوم الجمعه بكون مبسوط. بعدين الاكل بتاعي مميز، يعني انا عزمت زول قلت له يا اخي تعال عندي في البيت تتعشى معايا المغربية كده. الزول ده يعني فوجئ بانه العشاء عبارة عن فطير باللبن، ما في اي لحمة من البقرة، فطير فطير فاعطانا اللبن، وعندنا زول عاصر فطير. ويلا الزول ده ضرب هو لذاته، كان جاي ورا لما ينبسط كويس. اوضح له حاجة نعملها بالحطب، المهم او نعمل ملاحوية كباب يمين البيت بيقول راسه من الحطب بتاع البيت. غايه المتعه يعني كثير ما. والله في ناس بيقول انا ما ماشي يا دكتور، يعني جاني دكتور صاحبي اخر مره قاعد معي يقول يا اخي انا ما ماشي، انا قاعد هنا كويس. تحت الظل ومويتنا غايه المتعه وانتاج. شوف لما جيت اذربيجان بقى ليه، انا جيت اذربيجان ليه اخترت اذربيجان؟ لان اللعب دي والناس دي يتواكبوا مع ذهنيتي تماما. زوجتي اختياري ليها بالمناسبة اختيار الزوجة ماركتينج. يعني ماركتينج وكواليتي مانجمنت. ايوه يعني انت الكسب، احنا في الماركتينج كل الايديا بتاعت الماركتينج الكاستمر ساتسفاكشن، الكاستمر ساتسفاكشن. انا زوجتي وقعت معي كده بوب. نفس الافكار ونفس الحاجات، يعني ما بنضيع وقتنا. فجينا وعندنا بيتنا فيه اي حيوان كويس، عندنا غرامات لما كتر اديت اللي يزول كل يوم انا قاعد معاه. يعني تلقاني انا يعني حسيت انا لو ممكن اوريك حاجات في البيت كلها صناعه منزليه، كل الموجود هنا صناعه منزليه، مربى اي حاجه صناعه منزليه. انا بستمتع متعه شيء وزوجتي بتستمتع، هي نفس بتقعد تشتغل معاي من الصباح للمساء. نحن بيتنا زارعين فيه طماطم، زارعين فيه اسود، زارعين فيه عجول، زارعين فيه بطيخ، بقدونس، نعناع، جرجير، ما اي حاجه عندنا. وي ار فيري هابي. عندنا كميه بتاعت اقل حاجه عندي، اكثر اقل حاجه في البيت 100 نوع من الزهور، معظمهم في عطريه كويس. انا زوجتي بتصحى من الصبح تحط تقطع الزهور دي تحط عليها اول ما اسوق بجي الزهور دي قدامي، انا بكون مبسوط، بكون مبسوط جدا جدا جدا. بصور الزهور دي طوالي وراها للناس، انا بكون مبسوط انه كل حاجه موجوده في بيتي كويس. مبسوط من جيراني، انا ما عندي بقر، جيراني بيشتري ولا البقر لانه عندهم بقر. كل اي زول من جيراني ده عنده اقل حاجه 100 شجره فاكهه في بيته، 100 شجره. يعني الليله نادر جدا ما زول يشتري شنو؟ يشتري فاكهه من الشارع، بنتبادل الفاكهه مع بعض. البيئه دي انا عجبتني، انا اتمنى في وطني تنتقل هذه العدوى. انا هستي ان شاء الله كل الحاضرين معاك في البرنامج ده عندنا هديه. الشهر الجاي كله اللي قاعدين في السودان عندهم رطب مجانا. يا سلام. يا كل اللي قاعدين يسمعوك يمشوا قصر الشوك ياخذوا رطب مجانا، رطب. ما شاء الله تبارك الله. دول رطب فحص عن تونس يمكن ناجح. عندي شجر جاي من تونس تسميه التونسيه. انتاجك من بيتك ومن محلك عنده امباكت. اول حاجه شوف طفلك بيخلي، يعني اذا انت فاهم الكلام ده كويس جدا جدا كزول اديب، بيخلي خيالك واسع. يعني الزراعه والحياه دي والحيوان والحياه دي كلها لها علاقه بالايماجينيشن، نمره واحد. نمره اثنين لها علاقه وثيقه جدا بالعباده، علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. يعني شوف انك انت يعني ايمانك بربنا سبحانه وتعالى، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم بيتحدثوا انه العمل اغلى ارقى انواع العبادات. نعم ارقى انواع العبادات.
ثلاث في العمل. فانت لما تزرع وتشوف زرعك ده ويكبر وانت الحياه دي كلها اشوفها قدام عينك، دي عباده مستوى عالي جدا جدا، وبتخلق محبه، وبعدين بيخلي الزول يعني الناس مش يقعدوا يشربوا ستات الشاي ويطيعوا وقتهم في الكلام الفارغ والكشتين وغيره وغيره. كرة القدم 24 ساعة تتفرج، أي نعم تتفرج كورة واحدة لكن ما ممكن يكون تتفرج كورة. فإنك أنت لما يكون عندك إنتاج زي ده كده في محلك وتدي لي جارك، أنا جارتي جات وهي شوية مرة متدينة، فأنا اضطريت أخش جوا، زوجتي اشتغلت معاه زرعوا الخيار، هي وزوجتي، أنا ما قدرت أقعد معاه شوية مرة متدينة. جات امبارح جابت لي زوجتي فاصوليا، زوجتي ادت خيار. ف الفاصوليا بتاعتنا لسه ما ماتت. فشوف الناس هنا بيعيشوا، لما جاء كورونا والعالم كله اتقفل والبلد اتقفلت ما تاثروا، لانه اي بيت فيه انتاج، البيوت كلها منتجه. بعدين نحن عندنا يعني الشخصيه السودانيه يقول لك انا من وين اجيب المويه؟ والله هنا في ناس ما عندهم مويه زارعين، بشويه مويه شويه في يوم مره واحده في الاسبوع كذا. فالتلاوم والتبرير الكثير مع يعني انا اهي كل المشاهدين بيعرفوا انا بمشي على العصايتين جد كويس، ده ما مبرر لي انه اكسل او ارقد في السرير، دي العصايتين ما بقدر امشي من غيره. حس انا حولتها من مكان لمكان لانه ما قدرت اقعد مكان واحد، ما اجيب ده كله ما مبرر انه الزول يقول انا ما بشتغل، ما مبرر. انا سافرت العالم كله طيب، العالم كله بالعصايات، ما في مبرر ليك انك تكون كسلان. ما تقول لي ما في مويه، ما في كذا، الحكومه ادت والله يا دكتور، يعني انا ما تتخيل انه سعادتي كيف، يعني صراحة، يعني مع انه يعني انا فخور جدا بك من اول يوم، يعني تعرفت عليك على في الفيسبوك وكده، فيوميا انا لو ما دخلت الصفحة بتاعتك دي قريت مناشيرك دي، انا ما بكون، يعني بيكون عندي حاجة ناقصة، يعني فصراحة مصدر الهام ومصدر فخر ويعني تحفيز لنا ولكل الناس. طيب يا دكتور، قبل ما انا افتح الفرصة للناس المداخلات وكده، سبب النجاح شنو؟ اللي خلاك تنجح في المزرعة بتاعتك دي؟ النجاح ما شاء الله وربنا يحفظك ويديك الصحة والعافية. أسباب النجاح شنو؟ ممكن تختصري لنا بس في كم نقطة؟ انا اول حاجه ما شايف نفسي ناجح، شايف نفسي زول عادي، نفسي انسان عادي جدا جدا كويس. يعني انا شايف نفسي المفروض الناس كلها تكون كده، شايف نفسي يعني انه ما حاجه سوبيريور، انا زول عادي، وده الشيء الطبيعي المفروض الناس كلها تكون عامله. يعني ما في مبرر للانسان انه يكون فاشل. بس انا في حاجه ساعدتني، اول حاجه انا ولد الراجل كان يعني امه وابوي كانوا امي الله يديها الصحه والعافيه بالسوق، طب خلوك تقعد نهايه بيدفعوك للنجاح كويس، بيفرحوا لنجاحك للمصداقيه. اول حاجه تعلمتها وافادتني جدا جدا في حياتي انه ابوي وامي علموني انه الحرام ده طعمه عفن زي جسمان، وانه الحلال طعم. اول حاجه خلوني اتغزز من الحرام، دي اول سر انه هؤلاء هذا الرجل وهذه الامراه، هذا الرجل العظيم والمراه العظيمه، خلوني احس انه الحرام او الحاجه ما بيدك وبعرق جبينك تتغزز منها، تعوف نفسك وتحب الحاجه اللي بتاتيها حقك بعرق جبينك، نجاحك شغلك. التربيه دي يعني انا ابوي كان بيحس باللذه لو النخله بتاعته انتجت، فانا كنت متكيف منه لما يمشي اول ما النخله انتجت هو بنقي الرطب ياكل وكان مبسوط. فدي تربيه، التربيه لها تاثير على تكوين الانسان. ثاني حاجه، في حاجه كان لها تاثير ايجابي في حياتي وانت حتفهم لغتي كثير جدا جدا، انتقالي من السودان لاوروبا علمني اشياء جميله جدا. علمني اول حاجه احترم الزمن واعرف انه الزمن ده تايم از ماني، انه الزمن ريسورسز، ده اخطر حاجه ما موجوده في السودان. يعني اكثر حاجه تعلمتها في بريطانيا استفدت منها تايم از ماني، الزمن مش موارد، اذا لم تقطعه قطعك. في احترامي للزمن وانه الزمن ده استفيد منه واستقله واستثمره،
ده كان مهم جدا. يعني انا بكون عندي كل يوم بلان، بتألم جدا لو ما نفذت جزء من البلان ده. يعني ليه انا قايم اقدر اعمل كده وكده كده؟ دي مهمه جدا جدا، ان يكون انك انت، ما في زول في الدنيا بينجح بدون تايمينج، ما في اي زول ممكن ينجح بدون احترام الزمن. نعم عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قرانه كله على الزمن، خلص الصلاه بزمن كويس، يعني ما قال لك تصلي يوم واحد، تصلي الصبح كده وتصلي الشمس، خلى كل حاجه بزمن، الحج بزمن، الصيام بزمن. نحن لو احترمنا الزمن ده عامل نجاح. في حاجه مهمه ثانيه جدا جدا جدا، يتعلم، علم نفسك بنفسك، ما تنتظر. وده موجود في الاسلام، طلب العلم فريضه على كل مسلم ومسلمه. ولدنا الله يرحمه ويسامحه كان يقول للناس اللي حوله انه انت لو عبدت ربنا سبحانه وتعالى عن جهل بيزيدك بعد عن ربنا سبحانه وتعالى. لازم انا التربيه الاسلاميه الحقيقيه المعايشه وليس النظريه، انا ما تربيت زي الكيزان، انا تربيت عند ابو ما 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 زول زول، يعني حتى انه ابوي انا بوصفه بالنحله، بيمشي يصلي مع صار السنه، بيمشي يصلي مع الاصوات، يعني كان زي النحله بياخذ من كل حاجه الحاجه الجميله، بياخذ حاجه واحده بس، عشان كده تطلع شهد. يعني والدنا يعني بي 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 يعني كان يعني بيقول لك لازم لا يزول حوله، تعلم افهم، اوعى تعبد ربنا عن جهل، اعرف الاسلام ده واقع تطبقه في حياتك قبل ان تزعل عن الاخرين كويس. فانك انت بعدين في سر مهم جدا جدا، ما تضيع اي يوم في حياتك بدون ما تضيف لنفسك حاجه، اي يمر عليك لازم تضيف لعقلك ده حاجه. انا اكاد اجزم انه ما مر عليك في يوم حياتي الا تعلمت حاجه دي يا سلام عليك، كويس. يا سلام عليك. مر عليك في يوم في حياتي اتعلم منك، اتعلم من الشارع، اتعلم من جوجل، انا بمر علي يوم واحد لو اتكلمت مع ياسين باخذ منه حاجه. التعلم ده ممكن يكون من طفل، من عجوز، من غروي، من الانترنت. مصادر التعلم بعدين القدره على الفرز بين القث والثمين. يعني ما ممكن تجيني قصه في الواتساب اصدقها. لا يا ياسين، استاذ ياسين، في حاجه مهمه جدا جدا درسناها احنا في الجامعات في بريطانيا اللي هو ريسيرش موزيتوري. يس يس نعم ايوه بالعربي اسمها شنو؟ اللي هي ال كيف تجيب المعلومه الصح؟ طرق البحث او ايوه نعم ايوه، يعني اللي هو انك كيف تحصل على المعلومه الصحيحه؟ فانت المعلومه الصحيحه تجيبها كيف؟ يعني الليله احنا كان في بيتنا النمل مجننه. فالليله ده احنا حاربنا النمل بدون حاجه كيميكال. نحن حاربنا النمل الليله بالخل. وفي اجزاء البيت حاربناه بالقرفه. دي كلها تعلم. اجعل حياتك من المهد الى اللحد تعلم. ما تتعلم حاجه واحده بس، تعلم كل الاشياء. يعني انا يعني لما ادي الدكتور دواء ما بمشي ابلع الدواء، بمشي ابحث على الدواء ده السايد افكت شنو؟ مشكلته شنو؟ ما بثق في الدكتور. اصله ما باخذ الكلام عن بعض. انا كثير من الاطباء اصحابنا لما يقولوا دكتور دكتور يفتكروني طبيب، لانه عندي نولج كبير جدا في شنو؟ في الميديسن. عندي معلومات سره جدا في الطب، عندي معلومات سره جدا في الاختصاص، في الاحصاء، في اشياء كثيره جدا. يعني يعني دي كلها بسبب انه يعني اول حاجه انه والدنا لو قلت له عايز سكرين ممكن يقول لك بكره، لكن لو قلت له عايز كتاب بيجيبه لك. يعني تخيل، يعني تخيل، هل تصدق انه انا الطفل عمري 8 سنين قريت كان هو الزوج؟ هل الكلام ده، هل تخيل عمري 8 و9 سنين قريت ان كارينا، قريت الحرب والسلام، قريت لي تشارلز ديكنز؟ دي كلها لان الاسره بتحفزك. بالتالي يعني يعني في الادب، يعني لو مشيت بريطانيا، بريطانيا يقول لك تعالى يا دكتور انت قريت شنو؟ انت تخصص شنو؟ يعني انت لما انا بقعد مع اي زول يقول لك يا اخي فخر الدين ده لو تحدثت في الفنون في الشعر يتحدث معك، لو تحدثت في الكذا يتحدث معك. ليه؟ لانه تعلم، يتعلم في حياتك. كل ما انك تستثمر الحياه دي ربنا سبحانه وتعالى ما اوجدك فيها التعلم تعبد. نعم
التعلم تعبد. يا أخي نحن الليلة يعني أنا صراحة الليلة تعلمت منك يعني حاجات كثيرة جدا جدا، وما زلت يديك العافية يا دكتور. يعني إحنا يعني عشان الزمن ما يسرقنا وندي الناس المعانا في الزوم وفي الفيسبوك فرصة إنه يتداخلوا معانا. يا جماعة أي زول عنده مداخلة يرفع يده عشان نديه المايك. وعندنا أخونا عماد الفيل له تحية في الفيسبوك، قال عدم وجود الماء ذكرني وأنا من محبي زراعة الورود والزهور، فكنت في مدينة القضارف أستفيد من مياه الوضوء في سقي الورود. الله يديك العافية يا أخي. آه دكتورة مايسة بتقول يا سلام، ويعني ما شاء الله يعني ومداخلات كلها جميلة. يا جماعة الناس اللي معانا في زوم قبل ما نختم، نحن بنختم بعد 13 دقيقة بس عشان الدكتور ده الليلة يومه طويل، وأكيد الصباح بيكون صاحي بدري وعنده مهام مع الغنم والزراعة الدكتور، واحدة من الحاجات اللي أنا استشفيتها منك إنه إنسان متصالح جدا، يعني شنو؟ متصالح اقتصادي؟ متصالح لا متصالح يعني متصالح، يعني ما عندك يعني مثلا بمعنى شنو؟ بمعنى انت مثلا مشيت قعدت في اول حاجه من البدايه اتصالحت مع المرض، اتصالحت مع المجتمع، يعني حتى بتتقبل الحاجات بكل اريحيه يعني. فتخلي دي واحده من الحاجات اللي خلتك انك انت يعني ما شاء الله تمشي لقدام. بتتفق معي؟ شوف، نحن يعني بيئتنا اتربينا فيها في السودان. يعني انا درست في بورصة الثانويه. بورصة الثانويه دي مدرسه اسمها المدرسه القوميه، يعني زي يعني بيجوا فيها الطلبه من كل انحاء السودان، حسن قوة من شرق السودان، من شمال السودان، من جنوب السودان. دي كانت لها تاثير كبير جدا، يعني من اقاليم السودان مختلفه، ودي كان لها تاثير في الشخصيه بتاعتي انه درس بورصه ثانويه. ثاني حاجه، ابوي وجوده في سكه حديد، كل يوم قاعد في بلد، واختلاطه بالعمال، وبمشي معاه الشغل بتاعه واشوف العمال واتعامل مع العمال من جنوب السودان، من دارفور، من حتت كثيره جدا. فدي برضه كان لها تاثير. بريطانيا محطه مهمه جدا، وانت الادرى في ذلك انه بريطانيا فيها كل شعوب العالم. يعني انت لما تمشي تدرس في الجامعه في بريطانيا تلقى هندي، بتلقى باكستاني، بتلقى افريقي، فزملاء في السكن. فده بريطانيا دي محطه مهمه في حياتي، لانه مالتي كالتشرال سوسايتي، يعني انت بتلقى الناس من كل انحاء العالم، بتخليك انسان اوبن مايند، يعني انسان منفتح على الاخرين. فانا هاي بريطانيا، منهم واحده مثلا مس انجليزيه متزوجه شنو يوغندي مش عارف ايه. يعني حتى البريطاني، انت تجيك بريطانيا تقول لك تمشي معي مظاهره لندن، ليه؟ لانه حاكم الدوله الفلانيه بعزب ناسه، او نعم في قضيه انت، يعني قضيه تزارك ما منتبه لها، تكون في بلدك وفي محيطك، لكن الانجليزيه محيطه، تقوم تمشي في لندن وتعمل مظاهره معاه وتبدا تفتح ذهنك. فالحقيقه يمكن يعني انا اتفتحت على شعوب كثير جدا في العالم بشكل، يعني انا نفسي، يعني انا يوم من الايام سكنت مع زول ما بتكلم معه، بتكلم معاه بالجوجل ترانسليشن، سكنت معاه في بيت واحد في برنامج في بتاع سفر، وراني واحد من اصحابنا اسمه النصري، انك بتمشي تزرع الاسر ما بتزرع الفنادق. يعني انت نعم لو دا تمشي، يعني لو دا تتعرف على اي ثقافه ما تقعد في الفندق، تزرع مع اسرك وتاكل معاهم اكلهم وتشرب معاهم شراهم. انا بريطانيا، انا اكاد اجزم انه اكاد من السودان النادرين جدا جدا عشت مع انجليزي في بيوتهم في الارياف. يعني عشت في الليك ديستريكت مع اسره انجليزيه داخل بيته، وكنت شربت معاهم في بيته. انا من السودان القلائل جدا عشت في بريطانيا وعشت مع الانجليز في العمق الريف الانجليزي، شربت معاهم من مربى مصنوعه من البيت. انا عشت، رغم انه انا ما بشرب خمره، لكن عشت مع الانجليز في 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 عمق اعماقهم، يعني في ماكسفيلد، في النورث ويست، في الايست ويست، انا عشت في الميدل ويست، انا عشت في كل بريطانيا بعمق. يمكن اكون يعني فات بطل الطيب صالح، نعم يعني البطل الطيب صالح، يعني حتى انا عندي صديق عزيز علي جدا مؤثر على حياتي، استاذنا علاء افسر رحمه الله، بيقول لي يا فخر الدين، استاذ طيب صالح لو جيت حكيت له انك يعني بتمشي وين وتقعد وين حيضحك. الطيب صالح عنده
تلميذ نجيب جدا، هو عزة صاحب لي، اسمه محمد سليمان فكي الشاذلي، صاحب شهيرة جدا اسمها السواد المر، رواية عالمية لكن زي ما بعرفوه، هو يمكن من الروائيين العالميين لكن غير معروف في السودان. محمد سليمان ده كان تلميذ واخذ اول جائزه للطيب صالح، اخذ محمد سليمان فكي. فالطيب صالح دائما كان عنده عوامل، انا من الناس اللي في انجلترا اخترقت الريف الانجليزي والعائلات الانجليزيه في داخلها، ده ساعدني، يعني عشت مع انجليز عجائز وشباب في جواهم، جواهم خالص خالص. يعني انا حاكم مانشستر في يوم من الايام اسمه مارتن بيجل، مارتن بيجل ده كان بيحب زوجته، تخيل مارتن بيجل زوجته رجليه الاثنين مقطعات تمشي بكرسي بيحبها وما اتزوج بعد، تخيل ده لو في السودان ما في زول حيتزوج برا رجلينا مقطعات الاثنين. مارتن بيجل، وانا حديله الحلقه دي هيسمعها، بيعرف شويه عربي شويه، مارتن بيجل كان الديبيوت كاسلر بتاع مانشستر واصبح الحاكم بتاع مانشستر، كان بيحب زوجته وكان بيجيب الينا في جمعيه المعاقين. فدي خلتني اتعمق في الانجليز وحياته واكله وشرابه. فلما طلعت وبعض الافارقه، كثير من الافارقه والمغاربه، انا بمشي المغاربه ببيت في بيت عامل مغربي، عامل بسيط يعني، السواق شغال معي، انا ببيت عندي في البيت وباكل معاه كويس. وفي اليمن نفس القصه، انا عشت في اليمن فتره طويله جدا، وده خلاني انا لما نمشي بلد ما اقعد في اوتيل، يعني لما نمشي جورجيا امشي انزل مع رسلان، رسلان الدين نبيس، يقول لي دكتور يقول لي كده ادق مع النبيس، لكن ما اشرب، اقوم على الله اقول لي يا رسلان النبيس ده زول معاك، بقوم بقع يقول لي لا والله انا حب وقتي عمري 90 سنه اشرب النبيس ده وما اعمل اي حاجه. والله يعني يديك العافية. طيب يا دكتور، أنا دار هتكلم لك بس قبل الختام بتاع الحلقة بتاعتنا دي، وفي سؤال من أخونا أحمد عكاشة. طيب عندك أنت سعي مبادرتين بتقودن، مبادرتين قويات جدا جدا، ففي يعني باختصار كده أدينا فكرة عنهم يعني. طيب المبادرة الأولى متعلقة بالبيئة وبالإنتاج، نعم اللي هي المبادرة دي بتتعلق بأنه تغيير الإنسان السوداني من إنسان استهلاكي لإنسان أخضر إنتاجي، إنسان يزرع الشجر ويلطف الجو والبيئة، لأنه زرع الأشجار وزرع الزهور والاشياء دي بتغير في النفسيات وبتخليها منتجه، حتى الاجيال القادمه بتغير بتلطف الجو وبتخلينا عندنا وعي بيئي، وعي بالبيئه. ما عندنا اشجار، ما عندنا عصافير كويس، ما عندنا حيوانات، وبرضه لا علاقه بالصيد الجائر يعني مبادره متكامله على البيئه لكن متلاقحه مع الانتاج. يعني دائما حمايه البيئه أو الناس بيتكلموا عن البيئة يمسكوها بمعزل عن الإنتاج، لكن أنا بزاوج بين البيئة والإنتاج. كويس؟ أفترض إن الإنسان السوداني ما عنده حل في قضاياه الاقتصادية والسياسية وغيره إلا يكون منتج. عشان كده بقول للدولة حلك الوحيد تساعد الإنسان السوداني إنه يكون منتج وإنه يكون يده خضراء. أنا المنتج زي ما سموها إحنا العجز يده خضراء. ده باختصار عن مبادرة البيئة. المبادرة الثانية، والحمد لله إنه مبادرة رئيس الوزراء جاءت متطابقة تماما مع هذه المبادرة، رفض تعدد الجيوش وإسكان صوت البنادق. يعني ما ممكن نشيل وليداتنا مرتزقة في اليمن أو مرتزقة في شنو؟ مرتزقة في السعودية أو في دول الخليجية، لأنه كثيرة. ذاته بيعملوا على الإنتاج، المبادرات كلها مرتبطة ببعض. طيب. يستطيع إنك تكون عسكري، كمية من العساكر، يعني كل السودانيين شايل بندقيه او عنده كميه من الدبابير بيتفرج، تلقاها في شكل عقيد ولا عميد ولا فريق في الجيش بيتفرج في شنو؟ في التلفزيون. نحن دعينا السودانيين بدل ما انه يكونوا شايلين سلاح طول الوقت وبيتحاربوا مع بعض، يعني شوف وجود ميليشيات زي ميليشيات حميدتي خطر جدا على السودان، لان دي ميليشيات اسريه تشتغل مقابل المال، يعني الحياه دي ما خجل، يعني هم ما خجلانين منها، بيبيعوا الناس لدول حتى بيبيعوا اطفال، يعني البي بي سي تكلمت عن بيع الاطفال في حرب اليمن، اطفال عمرها اقل من 18 سنه باعوش امشي حرب اليمن. ف
رموه في محل كلام. فقصة انه ميليشيات حميد الخلاق الرئيس المخلوق القائم على الارتساق اساسا، وليه ميليشيات اسريه ومرتبطه بفساد اقتصادي. الناس اللي عندهم قضايا بتاعت سياسيه، كانت قضايا مظالم في دارفور وغيره وغيره، الناس دي المفروض بعد الثوره طوال يرجعوا السودان وطوال يخطوا السلاح ويبدا يعمروا الوطن. لكن الناس دي اشتغلوا بطريقه اللي هي الطريقه بتاعت ابتزاز، يحبوا بتصور. انا بسميه حصل ده كله اللي بيسموه الناس سلام ويسموه وثيقه دستوريه اتفاقيه سلام، بسميه ابتزاز. اللي بيعمل في الحلو ابتزاز، اللي بيعمل في عبد الواحد ابتزاز، العمل الفاضل ابتزاز كله. المفروض اول ما حصلت الثوره وضحوا فيها الاولاد دي ودمهم ورفعوا فيها يدهم، يا عنصر يا مغرور شنو، كل الوطن دارفور، كل الناس دي يجي يقعدوا في البلد ويشاركوا في حكم الثوره. لكن ما كل واحد فيهم يعمل ابتزاز، الابتزاز الحاصل ده ما حبابه. تعدد الجيوش في البلد، يعني وجود عدة جيوش في البلد، يعني ممكن زول يمشي يسكن في حتة يضرب زول بسلاح الشاكل معاه، خد نانا ولا صغار أو عسكري خش بيت مريسة أو يخش الشاكل مع زول يطلع السلاح بتاعه. عشان الفتنة في السودان في بعض الغرف بتيجي من شكلها، ممكن تكون في بيت مريسة، ممكن تكون في غنماية، ممكن تكون في جوز حمام. الفتنة في السودان القبلية بيستفيدوا منها أمراء الحروب زي الترك وغيره وغيره. فأنا بعتقد إنه الشعب السوداني وجود السلاح ده المفروض يكون بدله أدوات زراعية. نحن المفروض كل الجنود دول نخلق جيش وطني واحد في السودان. شكل المبادرة بتاعت الجيوش، المبادرة اللي رفعناها وطالبنا بمبادرة شعبية وقع عليها الشعب السوداني كله، إنه إحنا رافضين وجود جيوش عديدة بأيديولوجيا مختلفة، جيوش قبلية، جيوش أسرية، جيوش عنصرية، جيوش كثيرة جدا. حتى الجيش السوداني هو نفسه محتاج لإعادة تأهيل وتكوين. فإحنا لازم نعمل جيش يمثل كل أهل البلد، يكون عقيدته حماية البلد، جيش مهني. وما ممكن يعني حتى عضو مجلس السيادة الهادي إدريس قال والله الرتب العسكرية في السودان بيباعها في السوق. تخيل الرتب، الرتب بيباعها في السوق. فنحن ما حيكون في إنتاج، ما حيكون في سلام، ما حيكون في سودان. لو كانت جيوش السودان استمرت ما حيكون في سودان، حتكون في حرب أهلية، البلد حتنتهي، إذا حتحصل لبنان جديدة، حتحصل الصومال جديدة. لا بد، رئيس الوزراء قال الكلام ده وإحنا بنأيد، وإحنا قلنا قبله لا بد من جيش وطني واحد. يعني ما تقعد تقول لي الدعم السريع من رحم الجيش، الكلام اللي بيقول فيه البرهان كل يومين ثلاثة، والدعم السريع من الرحم، ما في اسمه رحم. الشعب السوداني ما في زول بيخش جيش مرتزقة، بيخش جيش بعقيدة وطنية عشان يحمي الوطن، ما بيخش عشان يصبح مرتزقة، عشان يحارب لياسين ولا يحارب لفخر الدين ولا يحارب لقبيلة الدنقلاوي ولا شايجي ولا زغاوي، بيخش عشان يدافع عن الوطن. المبادرة دي أنا دي فرصة لي من خلال المنبر بتاعكم، أنادي كل السودانيين في الشمال في الشرق في الغرب أي حتة في السودان، ما يسمحوا بتعدي جيوش، ما يسمحوا بجيش اسمه حميدتي واخوه، ما يسمحوا بجيش اسمه مناوي، ما يسمحوا بجيش اسمه جبريل. جيش سوداني واحد بقياده موحده، وما قياده الشخص، هي المؤسسه. انا بنادي برضه بحاجه مهمه جدا جدا، انا ما اتطرقت لها في اللقاء ده، حاجه خطيره جدا في السودان، واهم حاجه ما ذكرناها في اللقاء ده، انه بلدنا في مشكله خطيره اللي هي ما في نظم، ما في سيستم، وما في مؤسسات. يعني بيختص قرار شخص، يعني وزير ممكن يختلط بقرار وزارة، مدير مؤسسة ممكن يختلط بقرار مؤسسة. أنا بنادي بأنه نبدأ نبني نظم وسيستم في السودان من نحفر أساسا من أول جديد، لأنه كان موجود في السودان ده كان تنكيل الكيزان وما كان نظم. نحن اللي عملنا في الحكومة دي شيل الكيزان ومكننا لأخوة الحرية تغير، لا هذا هي النظم، ونمكن الشعب كامل ودايرين شعبنا السوداني كامل يشارك. الليلة أنا قلت الكلام ده الحمد لله، بدل يلوموا الناس دايرين انه الشعب ينتفي بريطانيا، عندك مجالس محليه ومجالس بلديه، لان الشعب السوداني كامل يشارك في الحكم في اداره بلده. الديمقراطيه ما هي يشارك احزاب ولا ديمقراطيه، هي تبدا من تحت من الاحياء، وانه يشارك الشعب كله في حكم السودان، نتحمل اي حاجه مع بعض. نعم، نبعد عن التلاوم. يعني انا وياسين اخوان ما اقول والله ياسين عمل، لا، نتحمل مسؤوليتنا جميعا كشعب سوداني. نعم،
يديك العافية يا دكتور. وقبل الختام بس سؤال سريع من أخونا أحمد عكاشة في الفيسبوك، بيقول لك محلك يا دكتور مدير لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والتنمية الريفية مع ميزانية محترمة، مع العلم هذه المنظومة غير مدرجة في السودان، رأيك شنو؟ again, say again. اللي هو ده أحمد من في الفيسبوك بيقول لك محلك يا دكتور مدير لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والتنمية الريفية مع ميزانية محترمة، مع العلم هذه المنظومة غير مدرجة في السودان، فما هو رأيك؟ والله شوف، انا عندي اعتقاد وفهم انه اي زول وصل، انا ابروش ستاتستكس، يعني دخلت في الستينات، يعني انا عمري 58 سنه. انا بقول انه الوظائف التنفيذيه دايما المفروض تكون للشباب، المفروض تكون للناس العجائز زي دي. احنا ممكن نكون استشاريين ونساعد بالفكر وبالرؤيه، لكن العمل التنفيذي يكون للشباب. يعني انا كثير جدا في عرض علي وظائف، لكن بقول يا جماعه الشباب هم اولى، لكن تعالوا احنا كالشعب نضغط عشان يكون عندنا الفهم ده في تكوين حكوماتنا. يعني ليه لا، انا اتذكر واحد من الناس المهمين جدا قدم ورقه من ضباط الجيش اللي اشتغل في 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 في, في, في. كان مسؤول عن الحاجه لها علاقه بالصيد، قدم ورقه ممتازه جدا، قال المفروض اي حكومه ولائيه يكون فيها وزير مسؤول عن الريف، الحياه دي ذات نفسها عن الزراعه وغيره، مش عارف. يعني احنا الحمد لله الان، انا الان من محلي ده، انا بعيد جدا جغرافيا، لكن انا بتكلم مع وزير الماليه سنار، بتكلم مع والي سنار، بتكلم مع والي الشماليه، بتكلم مع فوضى الاستثمار في الشماليه، الحمد لله في انفتاح، في انفتاح وبيقبلوا بالراي ده، ما شرط انك تكون مدير ولا مسؤول ولا غفير. يعني الان الحمد لله انا مع الزملاء ومع المسؤولين، حتى مع رئيس الوزراء، يعني الحمد لله بنحدث كلنا مع بعض، نقدر نحدث التغيير ده، ما ضروري ان تكون في موقع المسؤوليه عشان تحدث التغيير. فان شاء الله نوع من انواع الاستناره، تغيير الاستناره وتوعيه للشعب السوداني. يديك العافية يا دكتور، ونحن طبعا شاكرين جدا، والبرنامج خلاص يعني انتهى، زدنا على الساعتين 5 دقائق، واستمتعنا جدا مع انه يعني في خبايا كثيرة، لكن دي بنخليها ان شاء الله لوقتها يعني. سيرة جميلة جدا يعني، سيرة دكتور فخر الدين عوض حسن، يعني السودان، المدارس، يتجاوز المرض ويتجاوز يعني الإعاقة، وبقى يعني إنسان مثل ما شاء الله تبارك الله، وهو نحن سجبناه في ونسة على دروب النجاح، مشى اشتغل في اليمن، بعد ذاك مشى درس في بريطانيا، وأجمل الأيام كانت في بريطانيا في سالفورد، والمغرب، أذربيجان، تونس، السودان مرة أخرى، قصر الشوق في المنارة، وأخيرا قصر الشوق في أذربيجان. لينا كل التحية لقصر الشوق ولساكني قصر الشوق في أذربيجان. وكلمة أخيرة يا دكتور. شكرا جزيلا. انا طبعا عملت قصر الشوق نسخه اذربيجانيه، انا عندي قصر الشوق الان هنا بالمناسبه. نحن قصدنا قصر الشوق الأخير بتاع أذربيجان. ايوه عندي قصر الشوق في اذربيجان. قصر الشوق ده طبعا بقوم الصباح والشوق اللي حصل في الحوش شنو؟ يعني انا اول ما اقوم الصباح بمشي الحوش اشوف الجديد شنو؟ بيحصل لك اي نوع من انواع الفرح، الاكسايمنت. طماط ما بدات تحمر، كانت خضراء بدات تحمر، دف الريحني بالمناسبه. لا التفاحه شارد، حياة كثيره جدا. اول 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 بطه فكست جابت كتاكيت جداد، يعني كل يوم في صباح جديد. فدي بيحصل لي نوع من شنو، انا الان في فتره بتاعت بحب الكتابه، يعني كل ما اخذ جوله واشتغل شويه برجع اقعد واكتب. يعني كل ما اجد فرصه، انا من هواياتي الكتابه، يعني بحب الكتابه جدا وبهوى الكتابه جدا، بالذات كتابة قصصية. فأنا مشروع بتاع كتاب اليومين دول في قصر الشوق، كل ما أجد فرصة بقعد. أنا بس مشكلتي الكبيرة جدا عايشة، أنا مهموم بالسودان بشكل مبالغ فيه، يعني بقت عملية، يعني حتى الناس بتشوفها حاجة مرضية، مهموم بالسودان، يعني نايم وقايم، يعني لدرجة إنه أثرت على مجمل حياتي. مهموم بالإنسان السوداني، ده ناتج من حب، حتى لما ننتقد الانسان السوداني بنتقده على الحب، يعني انا نفسي، يعني شفت بلاد كثيره في العالم، نفسي انه الانسان السوداني يصل المرحله دي، وما صعبه لانه عنده الامكانيات. يعني قصر الشوق الصغير في اذربيجان ده
انا اشتريت البيت ده والله العظيم اشتريته فاضي، وانا ممكن اجيب الصور عادي. البيت ده مختلف تماما، يعني انا جاني نسيبي هنا اخو زوجتي خش البيت رفع راسه كده قال لاخته غريبه، فخر الدين زي كانه هيعيش حياته كلها في البلد دي، ما شفت زول غريب بيعمل في بلد زي ما عمل فخر الدين في البيت ده، يا يعني سلام. ضخمه جدا بالاشجار ممكن تنجد بعد سنوات. وعملت تغيير في البيت ضخم جدا جدا، الراجل ده اتخلع حتى في بيته ما عمل كده، هو ذاته أذربيجاني في بيته ما عمل كده، فده حكم على شخصيته هو، هو يعطي شخصيه جيده ما دام هو عمل غيري، واساسا هو ما يعرف حيقعد في البلد دي ولا ما حيقعد. فمحل ما تمشي يا انسان، ازرع شجره، ابذر بذره، ازرع جميلة ولو في غير موضعي يصرنه زي ما قال الي ابن ابو نعم ماضي. فانا الان سعيد جدا جدا بعيش، يعني بعيش شهر عسل او سنه عسل، انا بقطع فيه وان شاء الله كل الشهر اللي غادر مرحبا في اي لحظه يجون زياره. فلما تقطع بطيخ الصباح وتاكله ولا بعد الغداء ولا تعمل اي حاجه انت مبسوط، تفطر بالبيض بتاع البيت بتاعك مبسوط، تاكل قشطه مبسوط. فانا فيري هابي، سعيد جدا جدا بقصر الشوك، وقصر الشوك ذاتها لها علاقه بالشوك، يعني طبعا دي الثلاثيه بتاع التجمع السكريه وبين القصرين وقصر الشوك. فانا نعم لما كنت في بريطانيا وسنين طويله جدا بكون متشوق ارجع في عمان عشان اشوف الشجر بقى قد شنو، واول ما اطلع من المطار بسلم على امي طوال بقى قد شنو عشان اشوف شجرتي وصلت يا مرحله في النمو. الشجره زيه زي الطفل، والحيوان ايضا زيه زي الطفل، فتعالوا كلنا نخلق العالم كله قصور بتاع الشوق وقصور بتاع الحب، ونحب بعض وكل حاجه تكون شوق وتكون حب ان شاء الله. الله يديك العافية يا دكتور، ويعني ربنا سبحانه وتعالى يديم عليك المحبة ويديم عليك نعمة الصحة والعافية والعمر المديد وراحة البال. صراحة يعني كانت حلقتين ساعتين و10 دقائق، لكن كتاب، يعني كتاب مفتوح، كتاب جميل، استلهمنا منه عبر كثيرة جدا، استلهمنا منه مواقف فريدة، استلهمنا منه انه الانسان ده هو محور الحياة، والإنسانية والحب هي اللي بتبني السياسة وهي اللي بتبني الشعوب. واستمتعنا جدا بوجودكم معانا يا جماعة في الليلة في الحلقة دي، وأنا بعتبرها حلقة مميزة جدا جدا زي ما قلت لكم، من 5 أبعاد. البعد الأول استضفنا فيها دكتور فخر الدين رغم مشاغله، استضفنا فيها شخص يعني تجاوز الإعاقة والمرض، استضفنا فيها شخص سياسي من الطراز الأول، أديب من الطراز الأول، ومحب للحياة من الطراز الأول. شكرا لك يا دكتور، ونتمنى إنه نلقاك في ساعات خير، ونتمنى إنه المبادرات بتاعتك دي ترى النور. وأنا شخصيا عن نفسي جند من جنود المبادرات بتاعتك دي إن شاء الله، وربنا يديك الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا شكرا الله الله.